العيد فرحه واجمل فرحه طبعا واحلى فرحه معاكم في العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده حلقه عندنا مختلفه جدا جدا، وطبعا اجملها ان احنا موجودين في العيد. أيوة يا نوران. ازيك يا فاروق؟ كل ازيك سنه يا عموره؟ طيب. كل سنه طيبين يا شباب، وانت طيب وكل سنه وكلنا طيبين والوطن العربي كله بخير. وانتوا طيبين يا رب عليك كده، وكل سنه وحضراتكم طبعا طيبين وبالف خير وسعاده يا رب كده. واخبار اللحمه ايه معاكم؟ اكلتوا اللحمه والحاجات والكبد والحاجات وقلتوها وظبطوها كده ايوه بتحبوا الحاجات كده دي؟ بقى يعني هقول لك رايي. قولي لي رايك. هقول لك رايي. مش هقول لك رايي دلوقتي. لا لا، ما نوران كمان تقول وانا هقول. كلنا هنقول وانتوا كمان لازم تقولوا لي. طبعا كل سنه وانتوا طيبين وكل سنه ثانية واحدة فاروق فرحان قوي عايز يلعب. طبعا عايزين ناكل فتة ولحمة ورز. يلا عايزين معاكم. طبعا احنا يعني بنعيد على كل السادة المشاهدين بيتفرجوا علينا بمناسبة العيد الكبير، عيد الأضحى. وبما ان العيد الأضحى دايما مرتبط باللحمة واكل اللحمة، فاحنا الحلقة كلها هتبقى عن الأكلات اللي بتحبوا تاكلوها في العيد، الطقوس بتاعتكم. دايما العيد مرتبط بالبسكوت والكحك والغريبه والحاجات دي، بس كمان في العيد الكبير تحديدا بنبقى بناكل اللحمه وحاجات تانية كتير بيسموها ايه، الحلويات. فتة ولحمه ورز. استنوا بس هنتكلم معاكم عن كل الحاجات دي، وهيبقى معانا طبعا اخصائيه التغذيه دكتور ريهام الحياوي، هتتكلم معانا ازاي ان احنا ما نحرمش نفسنا من كل الاكلات الحلوه اللي بنحبها في العيد، بس بطريقه صحيه ونظام صحي يحافظ على النظام الغذائي بتاعنا. صح، ده على رشاقتنا. على رشاقتنا طبعا احنا اولا. رشاقتنا. رشاقتنا رشاقتنا امسك. طبعا احنا عايزين نعرف من المشاهدين الاول، انتوا بتحبوا اللحمه ولا لا، وايه طقوسكم؟ يعني بتحبوا تاكلوا ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان العيد ده عيد اللحمه، فسواء بقى اللي بيشتري او لحمه طبعا في العيد، يعني سواء بقى اللي بيشتري اللحمه او بيذبح، في ناس بتحب لحمة الخروف، في ناس بتحب لحمة الجاموس، في ناس بتحب لحمة الجمال. يعني الجمال في كذا لحمة. انا ما بحبش الضاني، بس مهما عملنا، وانا ما بحبش الضاني خالص برضه بتاع الخروف. ماشي، مهما انت بتحبها بس دي سنة يعني. بس انت ممكن تبقى بتحبها، في ناس بتحب وفي ناس ما بتحبش. بس في الاول وفي الاخر كلنا بنجتمع ان احنا بناكل لحمة في العيد الكبير، ده معروف. انا ما باكلش لحمة في العيد الكبير. ايه ده؟ ما احنا طول السنه بناكل لحمه. لا العيد الكبير ده لا بناكل لحمه. ما شاء الله بتاكل لحمه كل يوم ما شاء الله. لا يعني قصدي ان طبعا عارفه انت عادل امام. بس ايوه الناس بتاكل لحمه طبعا. بس يعني مش واجب عليا اكل لحمه وفته وكبده و واجب ما شاء الله. لا حاجات كويسه العيد الكبير ده واجب كويس. حلويات. الحلويات دي يا جماعه بقى دي حاجه جميله جدا بقى، يفهمها اصحاب المزاج العالي اللي زي حالاتي. اللي زي حالاتي واحده. هو لازم نقول له دلوقتي قصدك الحلويات بتاعه الاكل بتاع اللحمه بتاع الخروف ولا الحلويات اللي هي انا هقول لك. هو فاروق اي كلمه حلويات بيحبها بتنور بالنسبه لي. يعني حلوه يا ابني هتبوظ كل حاجه يا ابني. يا جماعه بصوا انا خلاص بقى يعني اتعودنا على بعض، واحنا منكم وانتم مننا، فخلاص بقاش فيه تكلفه يعني، فاهم؟ الموضوع بقى عادي يعني خلاص. يطلع لي عوامه، يطلع لي ما فيش مشكله خلاص. يعني قصده يقول بعد العيد لما يجي لكم هو بطنه كبيره كده مش مشكله يا جماعه، متقبلين بعضينا عادي. يا فاروق بما انك بتحب الاكل بتحب الحلويات، بتعمل ايه في العيد؟ الحلويات هنا بقى في العيد ايه بعد الصلاه؟ صلاه العيد بتعمل ايه؟ بصوا هو صلاه العيد هي العيد طبعا، دي رقم واحد طبعاً بالنسبه طبعاً لي. يعني عندنا كلنا اكيد. يعني العيد لو من غير صلاه العيد ملوش لازمه بالنسبه لي. لازم تصلي العيد كده عشان تحس باجواء العيد والحياه الجميله كده، وبعد كده تبدا بقى ايه المهام بتاعتك. اللي بيروح يذبح بيذبح، وبعد كده بقى بيقعد مع الجزار بقى يظبط الحاجه بتاعته ويبتدي بقى يقسمها عشان خاطر اللي هوزع منها. بالظبط. وبعد كده بقى ايه اللي هم الشوايه اللي هيبقوا لك، المفروض بقى ايه انت بتعمل منهم الاكل بتاعك الجميل، تاخد منهم شويه الكبد المطاف الحلوين كده، شويه الحاجات التانيه. لا الممبار لا مش على الصبح، الممبار لسه عايز النبي. الممبار لسه عايز وقت. لو النبي يعني الكبد عادي، بس الممبار ده ليه طقوس تانيه لسه يعني هيتنضف. الكبده والقلب متشوحين. اصل انا مش عايز اشرح لكم الممبار ده ايه. ده عادي احنا عارفين، بس انا بحب الممبار بس، ما بحبش اي حاجه تانيه. انا بحب الممبار. بص انا كنت وانا صغير بقول عليه ممبار. شويه الكبده اللطيفه كده تاخدها من الخروف كده تشوحها الصبح تفطر بيها، وشويه اللحمه كده كبده على الصبح. يا فاروق كبده على الصبح هي اصلا المفروض يعني تاكلي الفته بقى، فاهمه؟ وقت الغداء او الساعه 12 كده تبتدي تاكلي الغداء. في حد ما احنا العادي بتاعنا، خلي بالك العادي بتاعنا فته وكبده وقلب ولحمه. ما احنا خلي بالك الطبيعي بتاعنا طول السنه مثلا فطرنا ايه؟ فول وطعميه والكلام ده، والكلام ده بيبقى خلص. خلي بالك برضه هو احنا على ما بنروح نصلي ونروح نذبح
ونقطع ونجهز ونوزع ونعمل وبنرجع البيت فنحضر الاكل والكلام ده بتلاقي نفسك الساعه بقت واحده اثنين ثلاثه يا دوبك تتغدى. هو ده وقت الغداء. انا عايزه اقول لكم ان انا اهلي يعني احنا عندنا الطقوس دي برضو بيعملوا كده، بلاقي فته الساعه واحده اثنين الظهر وبلاقي كده، بس انا ما بعملش كده، انا ما باكلش الحاجات دي. لا نراه ما يا عم ما اقدرش. لا نراه دي قواعد دي قواعد وقوانين النراه. لحمه فته في العيد، مع ان انا ما اعرفش يعني انا باكل فته يا جماعه بس من غير العيش اللي بيبقى. اقول لك على حاجه، انا ما بحبش الفته. لا انا بحب العيش المحمر. انا مش بحب الفته، انا بحب اللحمه المحمره. اه طبعا بحب الكبد المحمره طبعاً. بحب الحاجات التانية اللي هي المحمره. حاجه بقى في حاجه تانية. ايه بقى؟ في حاجه اللي هي الفشه. يا نهار ابيض بتحبيها؟ لا يعني انا ما بحبهاش، بس عمرك ما جربتي حاجه خالص؟ طبعا خلينا عمرك ما جربتيها. لا دقت الفشه بس عمري ما دقت القلب ده، ما اقدرش، ما يجيليش قلب ادوقه يا جماعه يعني. لا ما اقدرش. الناس الاكيله اللي يعني اكيد طبعا فهماني الحاجات دي، انتوا ازاي كده؟ انتوا في حاجات كتير جدا فايتاكوا يا جماعه. بعيدا في حاجه كمان، معلش انتوا مش عايشين يا جماعه. في حاجه اللي هي لا الكرشه بقى دي قاتله. فظيعه يعني ريحتها. الكرشه اللي بالصلصه كمان. لا بصوا كده احنا دخلنا في حاجه ثانيه بقى يعني، ما هنروح في حته ثانيه خالص. خلينا في حاجات المحمره اللطيفه كده. مشتقات اللي سواء لو خروف، دي مشتقات الخروف. احنا كمصريين هو صندوق تفتحيه تطلعي منه كل حاجه. لعلمك الناس اللي يعني طبعا كل الناس اللي بتذبح بيحبوا جدا جدا يحتفظوا بالحاجات دي طبعا، بعيدا ان هم بيوزعوا اللحمه يعني على السنه وفقا للسنه، لكن لا في ناس بتحب الممبار وبتحتفظ بالكرشه وبياكلوها محمره وبالصلصه، وفي كوارع كمان دي فيها وعكاوي. انا هيغمى عليا دلوقتي حالا. العكاوي دي تحفه جميله جدا. ما اقدرش اكلها. حلوه جدا. كفايه اسمها عكاوي. ايوه ما تجيش على اسمها. احنا طول عمرنا بنسمع دايما الاسماء، نقول اسماء وما نحبش ناكل حاجه. طب خلاص بلاش عكاوي. عكاوي كده حلوه. لا لا قولها. لا يعني لا خليك رقيق شويه. عكاوي عكاوي ايه ده؟ العكاوي حلوت قوي والله كده. حلوت كده العكاوي. العكاوي حلوت. عكاوي حلوت طبعا. يعني كلها حاجات جميله جدا ولطيفه جدا، واللي بيحب يعملها محمره يعملها بقى مسلوقه ايا كان الموضوع ايه. تقعد بقى اول يوم كده تظبط حالك وتاكل الحاجات دي كده بالشكل ده، وبعد كده ايه تروح واخد الحاجه دي تحطها في التتبيله وتظبطها اول يومين، وعلى تاني تالت يوم تبتدي تشوي. يا جماله يا سيدي. طب ما نشوي من اول يوم. ما لا لا مشكله الاكل. انت شفتي انت مبتدئه. لا انت مبتدئه. انت مبتدئه في الاكل. الشوي ليه طقوسه. طيب ليه تتبيله وليه حاجات تتبيله. ممكن اخد راي رجاء. رجاء يا رجاء ازيك؟ اسال رجاء. الحمد لله انتوا عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يا رجاء عكاوي وفشه وكرشه وكوارع، انت بتعملي كده في العيد؟ اه طبعا. انا بعمل كده، بس المهم ان هم ما يكونوش خروف. ما يكونوش ايه؟ ما ايه؟ ما يكونش لحمه خروف. اه ما يكونش لحمه ضاني يعني. أوه انا كمان ممكن بتلو عادي. تمام حلو جدا. باكل من اي حاجه ما عدا الكرشه طبعا. هو اغلبيه البنات اصلا ما بيحبوش الضاني، ما اعرفش ليه. انا بحبه مشوي بس. أنا بحب بيتقرفوا منها، بيتقرفوا من الضاني قوي قوي قوي. لا مع ان كتير مننا مامهاتنا بيضحكوا علينا وبيغلوها اكتر من مره عشان ما نشمش ريحه، بس احنا برضو بس انا بقفشها على فكره يا رجاء. ايوه ايوه كتير جدا. بصي ماما بتحطها في وسط الاكل والله بتاكلها عادي. والله والله وانا صغير ماما كانت بتقعد تضحك عليا وتحط لي اللحمه اللي هي بتاعت الخروف في وسط اللحمه العاديه. كنت بقول لها اللحمه دي طعمها وحش والله، كنت طعمها ريحتها وحشه. بس يا عم الوحش الحاجه بقى مش وحشه بالنسبه لي انا. انا ما بحب، انا كمحمد ما بحبهاش. انت كمحمد سلمى. انت كمحمد برضو حضرتك. انت كمحمد سلمى. انا كمحمد برضو. ها يا رجاء كملي يا رجاء معلش. لا معاك وبقيك وانا متابعه الخناقه. ايه طقوسك في العيد يا رجاء؟ بص هو مبدئيا الفطار يعني الكبده الراعي الرسمي للفطار يا سيدي. جماله هنا احنا اسكندرانيه، فيعني اصل الكبده ليها معنى تاني. اصل الكبده عندكم في اسكندريه؟ طبعا. فده ليه معنى تاني اصل غير اي كبده في اي محافظه ثانيه ممكن تكون بتفطر بيها. صليت العيد؟ قولي الحقيقه. صليت العيد؟ بتصلي العيد؟ الحمد لله. الحمد لله اهم حاجه. لا وبعدين ده اول عيد كبير معايا بيبي صغير، فيعني ان شاء الله ليها معنى تاني ما شاء الله. يعني يعني هي صلاه كده ملخبطه بس حلوه يعني لذيذه. لا ده رزق ده. حلو قوي. الحمد لله. ربنا يقولك ويبقى فيه البركه ويبقى ذريه صالحه. يا رب يا رب يا رب. هو مجرب يعني ما يغلبنيش برضه وهو بياكل لحمه الخروف. ان شاء الله. لا تمام. ان شاء الله. طب قولي بتعملي ايه تاني بقى غير الاكل؟ لا اكيد ما بعملش حاجه، احنا اوريدي بنبقى كلنا عند ماما. مش طبعا يعني بتلمنا بقى اللي متجوز يجي واللي عنده شغل اوريدي بيبقى اليوم ده اجازه، بنبقى مظبطين. فاكيد بتبقى يعني نروح من الصلاه بناكل، بعد كده نخش ننام لنا ساعتين وسهره بقى والصحاب والاهل، القعدات اللي هي بتبقى اللذيذه دي.
يا سيدي ماشي. لان من ثالث يوم تقريبا اغلبنا كله بينتشر بقى، اللي خلاص راجع شغله واللي خلاص راجع بيته ومسافر، فيعني هو الاول يوم نريح شويه ونتبسط يعني. في طقوس كده جميله قوي 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 عند المصريين دايما كلنا بنعملها في كل الاعياد، ودايما اللحمه هي اللي بتبقى حاضره وقوه جدا جدا في خلال الاربع ايام بتوع العيد. بس انا اكتر حاجه بحبها بالنسبه لي في العيد الفته، بس الفته باللحمه البتلو العاديه، مش اللحمه الضاني مع العيش المقرمش بس من غير صلصه. انا ما بحبش الصلصه برضه، ما بحبش الصلصه، اي حاجه رات صوص دي بالنسبه لي بتتعب. بحب الزبده. انا بالنسبه لي في الموضوع العكس بقى. ايه بقى بتحب ايه؟ انا بحب الفته جدا طبعا بس من غير عيش خالص. ما تبقاش فته بقى. ما لا، وهي الصلصه دي يعني والثوم بقى، الثوم بالصلصه والحاجات دي تتحط بقى كده ورز ولحمه، واللحمه بتبقى احلى طبعا لو متحمره، بس انا بحاول ان انا ما اكلش حاجات فيها زيت. فلفل فلفل اسود كده وحته زبده كده متشوحه كده عليها على النار كده. طب انا كده بجوع اكتر. يا جمال ولا بقى الريش بقى وهي بتتشوي؟ لا دي لعبتي لو سمحت بقى كده. الريش الشاوي؟ لا انت دخلتي في منطقتي الشاوي. وريحه الفحم كده تبقى ماسكه في شعرنا وفي بصوا هو في منطقه الشاوي بقى. وايا كان هو هي بتوحشنا الغاليه مبدئيا من السنه للسنه، بنحبها جدا طبعا يعني اللحمه بشكل عام. لا بس لا بس احنا اوريدي بنشوي طول السنه يعني في اوقات السنه يعني. خليها برضو ايه، خليها احنا في العيد اكتر. في العيد بشكل لطيف جدا بنركز فيه واجازه، فالدنيا بتبقى ايه يعني متاحه ان انت ممكن تاكل لحمه بشكل اكبر يعني. الشاوي بقى ده ليه طقوسه وليه جو. قول لي بقى انت طقوسك. لازم يا جماعه الشاوي ده يعني تحضره من اول يوم كده، تاخدوا الحاجه تحطوها في التتبيله بتاعتها وتتحط في الثلاجه، تشرب وتشرب وتشرب بقى التتبيله بتاعتها بقى جوه اللحمه. طب قول لنا سر التتبيله. هي يعني انا عارفها شويه بس انا عندي امي اللي بتعمل الكلام ده، بس هي يعني المفروض بصل وبعد كده تحط شويه فلفل كتير اسود، فلفل اسود كتير ملح. لا مفيش طماطم. توم وهتحط ليمون تعصر ليمون وشويه خل على. لا الليمون ما يبقاش حلو في تتبيله. لا شيء 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 ما في. ايه ده الليمون ما بيبقاش حلو؟ ده الليمون اساس التتبيله. لا ده الليمون ده مهم جدا. ويا جماعه بصوا الخل. لا لا الليمون لا بصوا يا جماعه بصل وفلفل اسود. اللي عارف التتبيله حلو يقولها لنا احسن برضه. ما ممكن تقولها لنا. السماق. السماق ده بالظبط كده. السماق. معرفش انا عن سر الخلطه بتاعت. لا بص هي التتبيله دي اللي هي ايه الطبيعيه جدا وشويه وهي يعني وشويه ميه صغيرين كده عليها فاهمه تشربها بقى، وتحاولي بالسكينه كده في اللحمه نفسها تقعدي ايه تدخليها جواها او بشوكه. والافضل بقى ان انت يعني تحط الخلطه دي او التتبيله دي في الثلاجه يومين ثلاثه. تنسى اللحمه كده يومين ثلاثه. لا يومين ثلاثه هتحدقها قوي. لا 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 ما خلص كده خلاص. احلى فراخ ولحمه لما بتيجي تتشوي على الفحم اللي بتبقى محفوظه في الثلاجه. العيد العيد بقى. لا لا العيد العيد كل سنه طيب. بتبقى والله يومين ثلاثه بتبقى اللحمه اتشربت تماما التتبيله، بتاخد البصل بتاخد الفلفل والحاجات دي بتبقى جوسي كده وتبقى طريه جدا على الفحم. بتبقى حلوه جدا يا جماعه جدا. جوسي جوسي جوسي. دي المرحله بتاعت الايه الثلاجه بتاعت انا عايز افهم واحده. أيوة. بس اتفضل. هو المشكله مش في ان هم يفطروا فته والكلام ده، ولا الكبد والقلب المشوح، ولا الكلام ده كله، ولا الفشه ولا الحاجات دي، مش مهم يا ستي خلاص. الناس فطرت الكلام ده. ما نخشش ننام بقى يعني. لا هو غصب عنك. لا ما هو مش انت بتقع. انت مش بتنام، انت بتقع. طب يبقى نام الاول، يبقى روح. ما انت تطبق قبلها بيوم يا عامر. طب ما انا اقول لك حاجه. طب ما انا انام الاول وبعد كده اصحى اكل الحاجات دي. ليه اعمل في نفسي ما كدا؟ انت مين ده بتتكلم؟ انت بتتكلم عشان تحس بالعيد. انت اصلا يوم الوقفه ده انت قاعد في الشارع لحد الصبح. انت عارف المشكله انت بتتكلم في ايه؟ ما المشكله ان احنا لما بنعمل كده وندخل ننام، اولا ما بنبقاش عارفين ننام وبيبقى متكتم على نفسنا، وبنقوم عندنا حمو ومعدتنا وجعانه. حمو 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 وحمو وحاجات كتير كده. دي حاجه حلقه النهارده عربيه والله. يا جماعه متعبه. صباح النور. اهلا وسهلا. متعبه. ولازم احنا بنعمل حته مهمه جدا، السلطه يا جماعه. يعني لازم لو هنعمل كده. استنى بقى معلش. استناني بقى. استناكي. استناني بقى. الريش لما بتبقى على الفحم وبتيجي كده تشوي اللحم، اكيد لازم تعمل سلطه بقى بالجرجير والبصل، وتحط عليها عيش محمص ودبس رمان. فتوش دبس الرمان ماشي يعني. سلطه مستعبطه يعني حضرتك. ده فتوش دي تبقى احلى سلطه. احنا ما بننساش السلطه. السلطه دي اساسي في العيد مع اللحم. المشكله ان مش ناكل نوعين كربوهيدرات في نفس الوجبه علشان ده بيتخن. نعم نوعين كربوهيدرات. انت بتتكلم كلام عيني. تخل بقى والكلام الفاضي ده عشان انت ايه. هزعل منك. لا ثانية واحدة. انا هزعل منك. خلي الناس تغير يا عامر. ده العيد يعني. ولا ينفع ناكل رز وبطاطس مثلا مع بعض، ولا ينفع ناكل عيش و طب هو ايه العيد ان انت تاكل سلطة مع اللحمة؟ مش فاهمة. سلطة ولحمة ماشي، بس ما تحطيش عيش بقى. يا عم انا بحبها كده. ممكن الناس كلها ايه عايزة تاكلها كده.
بص يا جماعه يعني دي برضو ايه من الحاجات التانية اللي انت ممكن تعملها، مرحله الشوي دي برضو لطيفه جدا، وانت ايه والولاد كده في البيت او انت واصحابك في جنينه بقى في اي سفريه في اي مكان قاعدين كده حد مع العيله، اعملوا جو ايه الشوي اللطيف ده حتى لو ايه طبعا ده شوية صغيرة. طبعا ده مهم جدا لفروق بيقولوا بس ناخد شريف معانا. ازيك يا شريف؟ كل سنه وانت طيبين. عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب الاول. وانت طيب. ازيك يا شريف؟ ازيك يا شريف؟ الحمد لله. الحمد لله. اهم حاجه بالك يا شريف، خمس ست ايام كده ما كلمتناش ليه؟ عيد بقى وكل سنه وانت طيب. عيد بقى وكل سنه وانت طيب. لا احنا زعلانين يا شريف، لازم تكلمنا على طول يا شريف. العيد مش هياخدك مننا يعني. لا حاضر انا عينيا. كلت ايه بقى كده بالصلاه على النبي كده احكي لنا بقى عشان ايه نبقى عارفين كلت ايه؟ اساسي الفته طبعا. فته؟ فته يعني ده اساسي بقى، سيبك من اي حاجه حواليها بس هي دي اهم حاجه الفته. طبعا. بتاكلها بعد الصلاه كده زي ما بيقولوا بيفطروا بيها؟ لا مش بنلحق، ما احنا لازم بقى نخلص مواليد الذبح والحاجات طبعًا. دي الاول وبعد كده بقى ما في ناس بتبدا الفطار بتاعها يبقى الساعه 12 1 الظهر يا شريف، فبالنسبه لهم بدل ما يفطروا الفطار العادي يعني بياكلوا الحاجات دي. مؤخرا في مصر بقى في مدارس في ناس ما بتذبحش اول يوم عشان الزحمه وعشان البهدله وتستنى في الرواقه، وفي ناس بتخلص على طول عشان هي دي عادتها من زمان وكده، فاحنا لسه ما تخلصناش من العاده دي يعني. طب واخبار الجلاش بقى والرقاق جنب الحاجات دي اخبارها ايه؟ الله ايه ده؟ الجلاش اكتر عشان الرقاق يعني ما بعرفش اتعامل مع سهوله. الرقاق ما بعرفش ايه؟ مش بحب الرقاق، ما بعرفش اتعامل مع الرقاق بسهوله، فالجلاش بيبقى الطف بالنسبه لي. طب بقول لك يا شيخ، يعني عامل زي البيتزا كده تاكله كده. والموضوع الموضوع العيد ده يا جماعه يعني مش عارف ليه دايما الاعياد مرتبطه معانا بالاكل، يعني عيد صغير لازم معانا كعك وبسكوت وتيفور، عيد كبير ده ورنجه ورنجه طبعا ده مهمه جدا، وشم النسيم لازم برضه شم النسيم تلاقينا برضه ورنجه وفسيخ بصل وفسيخ. العيد الكبير واكلين لحمه وبرضه لازم نحلي بنحلي البسكوت برضه. يقول لك لما اي حد يقول لك النهارده عيد يقول لك ده بيتاكل فيه ايه؟ طبعا ده حقيقي، فهو اي كلمه عيد لازم يبقى معاها اكل، ده مهم جدا. طب شريف معلش عايز اسالك بقى سؤال كده خاص شويه، انت بتحب ايه بقى في لحمه الاضحيه؟ بتاكل ايه غير اللحمه؟ لا هي اللحمه بس. ما بتاكلش حاجه ثانيه؟ ما بتاكلش فيش؟ ما بتاكلش الحلويات مثلا؟ لا 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 مالناش في الكبده. او راجل زينا وزيه مالكش في الكبده؟ احنا باكلها بس من الشارع مش في البيت. مش اشمعنى يعني؟ ما في الشارع يمكن اسوء. بالظبط في البيت اضمن. مجمده يعني؟ لا 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 مش عارف. تتبيلتهم في الشارع مختلفه. بيبقى ليها يوم نفس كده. والله والله بقول لك ايه، اعملها في البيت بس يعني، خش بس اتعود عليها كده تعملها في البيت والله هتبقى زي احسن من الشارع. الاوفر بتاعت البيت دي احنا ما خدناش عليها. مش اوفر، انت فاهم غلط. لا دي سهله قوي، دي ما بتاخدش حاجه خالص، انت بتتبلها وتشوحها على النار على الجريل كده وخلاص. على الجريل اهم حاجه. برضه ما بتقنعنيش. انا اقول لك تعملها ازاي، انا اقول لك تعملها ازاي. انت عارف مره اكلتها في البيت ووطي وجعتني. ليه يعني؟ لكن من الشارع والله العظيم، لكن من الشارع عمرها ما عملت لي اي حاجه. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا دايما بحس ان الكبده بتاعت الشارع اصلا مش زي الكبده اللي احنا بنجيبها بتاعتنا اللي دي حاجه ودي حاجه، عليها مكسبات طعم وعليها حاجات تانية كده مش لطيفه يعني. يوسف ضحكني مش قادر اقول لك عشان نظيفه يعني. أيوة. في البيت مش متعود عليها. بتعمل ايه تاني يا شريف بقى غير الاكل؟ يعني طبعا كده كده اول يوم ده بيبقى رايح بقى في الزيارات وفي الحاجات دي كلها بس، وبقيه العيد بقى طبعا احنا مش مسافرين، لان العيد ده بتبقى انت عشان مرتبط لو بتذبح او كده بتبقى مرتبط يعني بتسافر او حاجه. بالظبط بالظبط، فاول يومين دول بيبقوا رايحين بقى كده، وتالت يوم طبعا اكيد لازم هتقع من طولك وتنام. ده حقيقي صح. بس ورابع يوم بقى اعمل فيه اي حاجه لو ما عندكش شغل. كل سنه وانت طيب يا شريف. يا شريف نورتنا. طيبين. باي باي. انت طيب. باي باي. يلا بينا ناخد مادونا. يا مدونة ازاي؟ مدونة كل سنة طيبين. طيبة لازم نرحب بيها كده. ازيك يا مدونة؟ كل سنة انت طيبة. اصحابنا مميزين دايما قوي يعني، دايما اسمائهم بتتحفظ معانا. ازيك يا مدونة؟ تمام، انتوا عاملين ايه؟ كل سنة وانت طيبة. انا بقى متصلة عشان اقول لكم ان انا اكلت كمية لحمة. يا سيدي. يعني يا جمال اكتر منكم. طب انت شايفة ان انت باين على صوتها بعد ما اكلتي اللحمة، حاسة ان انت كويسة؟ بعد يعني حاسه ان انا عايزه اريح عشان اكمل اكل تاني. انا طول العيد بس حاطط بيعزموني بقى اللي هو تعالي في هنا مش عارف ايه وتعالي هنا مش عارف ايه. انا بعيد حرفيا اكتر منهم هم. الواحد عايز في العيد ده يبقى مثلا ايه، واقف على التريد ميل وعمال ياكل ويمشي علشان يهضم اللي هو ياكل. مدونة اكلت ايه تاني غير اللحمه؟ اكلت ممبار. ولسه بقى معزومه بقى بعد المغرب كده على اكل وليمه تانيه.
خروف تاني يا جماله. وكونك بقى مسيحي فاصحابك كل المسلمين بقى بيحبوا يوجبوا معاك. ما تحطيش ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا اكل وخلاص بقى. لا تقولي لي مسلم ولا مسيحي، احنا كلنا بنفرح. ايوه بقى عايزين يوجبوا معاك زياده، فاللي هو انت جاي بقى بتعيد معانا، فاحنا هنخليك تعيد تعيد. احنا حياتنا كلها اعياد مع بعض الحمد لله. فتطلع من العيد بقى زايد بتاع 20 30 كيلو ولا حاجه يا سيدي. مادونا الرقاق، أيوة. الجلاش، الحلويات، عارفه الحلويات هي ايه الاول؟ اه طبعا طبعا. طب قولي لي ايه الحلويات؟ اختبار معلومات. ماليش في الكرشه، يعني ماليش في الكرشه. الايه والايه؟ ملهاش في الكرشه، ملهاش في الكرشة. عارفه؟ ايوه لا يعني معلش قولي لي، قولي لي الحلويات عباره عن ايه؟ عرف. اللي هي الممبار والفشه والكبده، بصي يعني الحاجات اللي جوه دي، فاهمه؟ صح صح. الحاجات اللي جوه. كل الحاجات المستخبيه. الحاجات اللي جوه ايوه اللي احنا بندعبس عليها. يعني هي بتحب كله ما عدا الكرش. اه أيوة. اه يعني الممبار بقى حمبريه كده وقرمشين من الاطراف كده، يبقى يا عظيم عظيم عظيم. مع الزبادي كده. وعايز اقول لكم بقى لو كلتوا الممبار وهو دايب بيبقى احلى كتير كتير من هو طازه. لا لا, يعني لا 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 لا، معلومه خاطئه. هو لسه طالع من الزيت كده جميل. انت انت متحمص. وتاكليه ويبقى مقرمش كده وتتلسعي وانت بتاع. لا لا وتفضلي تعملي كده اللي هو بقى. هو لو انت لو انت حمرته اول ما عملته على طول بيبقى لسه طري شويه فما بيتحمرش قوي، انما لما بيبات وتحطه في الثلاجه وتيجي ثاني يوم تحمره التحميره بقى بتبقى يعني بص ذوق القرمشه او ذوق الرز من الاطراف كده. لا جرب ده يعني اول يوم ما حمروش صح؟ اه يعني خليه في الثلاجه. ده ما هو في الثلاجه اصلا. هو يعني شقيان في الثلاجه بقاله فتره. عارفه انت عارفه انا بعمل ايه اصلا بقى؟ بنعمل عندنا في الممبار ايه علشان يبقى مقرمش وحلو وفي الاول وما بقاش فيه زيت كتير؟ تاكله على طول بنشويه. بنحطه في والله مش إيه بيبقى نفس طعمه. هو السجق بيتشوي، بيبقى بيتشوي بيتحط اه بكل حاجه. هو بيتحط عادي على بنحطه في الفرن بيتشوي ويطلع مقرمش. ايه ده والله ايه بالنسبه للشوايه ده؟ فحم. لا لا مش شوايه في الفرن. احنا اسفين يا مدونه معلش معلومات خاطئه من عندنا. والله العظيم مش شويه عندنا، بس عايزين تحطوه في الفرن بيتشوي في الفرن، مش الشوي اللي هو على الفحم. اه تمام. الشوي اللي هو في الفرن بيتحط بيبقى مقرمش وبيبقى حلو. مش لازم تحطيه في الثلاجه عشان تطلعي. ميرسي يا مدونه نورتينا. نورتينا يا مدونه. ميرسي يا مدونه. باي باي. ثانيه حكايه انت بتقول شوي. والله العظيم والله العظيم باكله بنعمله بيتشوي في الفرن. طب عايز اسالك سؤال. انا شوي اختبار معلومات برضه. اختبري. انت بتحب الممبار الكبير ولا الصغير؟ الكبير طبعا. الصغير ده بتاع الخروف. ده عالمي الصغير ده. انت يا فاروق بتحب ايه؟ وبتقولي ما بتحبيش الصغير. ما هو الصغير ده بتاع الخروف. لا انا بموت في الصغير. هو ده بتاع الخروف. لا معلش انا ما بحبش لحمه الخروف، اللحمه الضاني، بس بحب بقى الممبار بتاع الخروف. بيبقى فيها طعم. اللي الصغير بيبقى عامل زي السجق ده لما بيتحط فيه رز وبتاكله كانك والله بتاكل بطاطس محمره. بيبقى جميل وكل حاجه ماشي. ما علينا، بس بيبقى فيه طعم برضو الخروف. ما اعرفش لا في طعم السوشي. بحب الكبير. طعم السوشي بيقولوا ايه الاثنين دول؟ انا مش مصدقهم النهارده يا جماعه. بصوا سابوني يعني نرجع مره الكبير ولا نرجع مره ثانيه يا جماعه للحمه المشويه، ونرجع مره ثانيه للحمه المحمره. هو قلب مذيع راديو كده. الحاجات الجميله الحلوه اللي احنا بنحبها دي. دخلوني في الممبار بس والكلام الغريب ده. الممبار ده يا جماعه في حاجات ثانيه اخرى مع الكلام ده. مكرونه بشاميل. في سؤال مهم. جلاش. جاوبني بس جاوبني عشان استريح. تحب الكبير ولا الصغير؟ يا جماعه الحاجات دي كلها جميله. بصوا بس اهم حاجه في الاخر في الاخر خالص ان احنا مش حتنا قضيه اكل بس. انا عايز اسالهم سؤال معين معلش علشان السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي. كم حد من اللي بيتفرج علينا كان بيقول على الممبار بومبار وهو صغير؟ عشان انا كنت انا لحد قريب من كام سنه كنت بقول عليه بومبار. والله لا هو لا خلي بالكوا. لا هو ممكن ده. طب انتوا كنتوا بتقولوا عليه بومبار ولا لا؟ في ناس كتير كده. يا عمي لا هو خلي بالك. لا هو ممكن دي طالعه من 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 محافظه. لا ما اعرفش. انا ما اعرفش بس ممكن زي مثلا السجق طالع مثلا من اسكندريه. السدق مثلا. السدق يطلع يصدق. ايوه فاصلا هي ممكن ده كان طلع مثلا في يوم من الايام من حته معينه فكملت بقى بالشكل ده. ممكن طلع مثلا طلع من اكتوبر مثلا او من عامر بس يعني مش عارفين يعني. لا والله والله ليك لغه لوحدك يا عامر. بومبار. بومبار. طيب يعني احنا بنتكلم ان احنا ايه اغلبيه وقتنا في العيد بنقضيه اكل وشرب اللي هو ايه اللحوم يعني ده شوي دي اكتر بقى حاجه. المشكله لكن بنعمل ايه تاني برضه؟ بنقعد نحلي يا جماعه. نقعد نتفرج على مسرحيات. انا لو يعني ما سافرتش بقعد اتفرج على المسرحيات بتاعت العيال كبرت ورقصه الشغال بتحس مشاغبين ورايا مسكينه على الاربع ايام. ده غير طبعا السينمات والمسرح والحاجات دي. في افلام حلوه على فكره جدا. بس احنا اهم حاجه عندنا ان احنا بنحلي بعد ما بناكل. لا انا ما بحليش. ما بتحليش ازاي؟ انا بصوم في عيد. بتحلوا بعد الاكل؟ حليته ولا لا؟ بتحلي بايه طيب؟ بيحلوا هم بيحلوا طبعا البسكوت والغريبه برضو والبتيتور والحاجات دي برضو بيرجع تاني بناكله برضو في العيد. ده موجود العيد ده حضرتك
ممكن بقى نحلي بسبوسه بالبندق. ده بقى كده انت جيتي على الوتر الحساس بتاع فاروق. الولد ده بيفهم دول بحبهم يا جماعه عشان بيفهموا. احنا عايزين نجيب فاروق مثلا معانا دايما نقول له فاروق خلي بالك في معانا شويه بسبوسه بقى بالبندق. تخيل بقى انا عامر بقى تخيل بقى لما تبقى الطروف كده بقرمشه وفيها بندق كده ومعمول عليها شربات وشويه قشطه كده بقى هيعيط دلوقتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب كده، ويا رب يجعل أيامنا كلها يعني سعادة وخير وبركة وكل حاجة جميلة كده إن شاء الله في حياتنا. وكلوا واشربوا واخرجوا وانبسطوا وروحوا السينمات. ليه ما يناموش لا ما يناموش تخمه بقى وحاولوا بدل ما تحلوا بالحلويات الكتير دي حاولوا تحلوا بفاكهه علشان جسمكم يستفيد وما تتخنوش. بدك حل زي ما انت قلت شحنه. ايوه بقول له تخمه. انا مش قادر امسك نفسي اطلع فاصل. اطلع يلا يا جماعه نطلع فاصل وبعد الفاصل نستقبل قبيله التغذيه دكتور ايهاب الحيوي هتتكلم معانا ازاي نقدر ناكل اكل صحي وبرده ما نحرمش نفسنا من الاكلات الحلوه بتاعت العيد الكبير وخصوصا اللحمه. يلا يلا بينا عشان ما يجيلناش تخمه. طبعا يا جماعه كلنا جوعنا من الفقره الاولى وجالنا تخمه من مجرد الكلام بس عن اللحمه والممبار والفشه والحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي كلها. طبعا معانا دلوقتي دكتور ريهام الحياوي اخصائيه التغذيه وهتكلمنا ازاي ان احنا ناكل الحاجات دي كلها وما نتعبش وما يحصلناش حاجه في معدتنا. صح يا دكتور؟ ما يحصلناش ايه يا عامر؟ اكيد تخمه وحماو. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ده مصطلح جديد عامر طلعه. الموضوع بقى في اكسبريشنز جديده. كل سنه طيب يا دكتور. انتوا طيبين والله يعني بنتبسط بيك والله كل عيد مع بعض كده. خلاص المناسبات السعيده. منورانا يا دكتور. طيب حضرتك عارفه طبعا بقى العيد الكبير يعني الفته واللحمه والحاجات الحلوه اللي هي زي الحلويات ما بيقولوا عليها. هو صحي فعلا ان الناس لما تصحى وتخلص الذبح وتخلص الصلاه على الساعه 12 واحده يبداوا يفطروا بالحاجات دي يبقى ده فطارهم؟ طيب انا يعني المره دي بقى حظكم ان العيد ده يعني تقريبا كل الحاجات اللي هقولها في صالح اللي هنعملوه في العيد ما عدا حاجات بسيطه يعني عشان بس متفقين كده. ده العيد الوحيد كل مره تنصحينا وما بعملش بتقولي ما اعرفش ليه. يا فاروق اعمل كذا. حاضر يا دكتور. روح البيت ابوظ الدنيا كلها. ما دي هنصح بحاجات تعجبكم فيا رب تعملوها بقى. يعني بصوا اللحوم عامه ان جنرال حتى اللي فيها دهون شوف بقى كل الحاجات اللي تتخيلوها اللي اعرف اساميها واللي ما اعرفهاش انتوا بقى الاثنين اكيد هي مش فكره مفيده. في دايت اكيد تسمعوا عنه جديد اسمه الكيتوجينيك دايت. الكيتو دايت ده عباره عن بروتين فاتس كتير وخضروات بس نبعد عن الكاربس وده دايت اللحمه ده سوري عيد اللحمه. يعني انتوا العيد ده هو قائم على الكيتوجينيك دايت نستفيد منه ازاي وما نطلعش باي مشاكل خالص. كلوا لحمه كتير عايزين تحمروها عايزين تاكلوا الفاتس بتاع كل واحد ومزاجه يعملها بس ما تجوش بقى عند الحتتين اللي قلتوهم دلوقتي الفته العيش الحلويات ناكل بقى مكان نقعد نحلي. لا كلوا خلوه عيد اللحمه بجد مع خضار وسلطه كتير. لا وهي نقصد الحلويات اللي هي الحاجات التانية اللي هي الاكسسوارز بتاعت الخروف وال فعلا والله لا معرفش والله اللي اسمها الكبد وال والفشه والقلب والمخ ولحمه الراس حتى ده كله طالما حلويات يعني لحمه عندكم الحلويات هي لحمه دي سيبيها لي دي كده دي حاجه مفروض منها كنسلوها. دي كنسلوها في العيد ده يعني كل الحلويات اللي هي بتاعت اللحمه دي وكل اللحوم حتى ايفن اللي هي الضاني الدسمه براحتكم عادي جدا وكلوا خضروات بس ابعدوا عن الكاربس. يا دكتور معلش هي اللحمه الضاني مش دسمه جدا سعرات عاليه بس انا قلت بقى ايه احنا عايزين هو يعني اسبوع كله لحوم في العادي ما ناكلش هذا الكم من اللحمه عشان تعيشوا حياتكم براحتكم هنعمل دايت يعني ده هيعتبر دايت الكيتوجينيك دايت. الكيتو ده دايت ده دايت خلي بالك الدايت اللي بتتكلم عنه ده هتخس جدا فات مع ان انت بتاكل فاتس كتير جدا هتخس فات كتير جدا وهتلاقي نفسك جسمك كويس بيحصل له ريشيب كانك بتروح تعمل لك ريشيب جامد بين عامل كيتو بسبوسه ما اعرفش ليه مش بس خلي بالك انت اهم حاجه تقدر ما تاكلش بقى ولا عيش ولا رز ولا حلويات ولا حلويات وفاكهه قليله عشان برضه يعني بس الاكل ده تبقى جامد قوي يعني ايفن الفاكهه نقللها جدا يعني مثلا سمرتين فاكهه في اليوم بس انت طول اليوم يعني ايه برضه عشان عارفين ما احنا مش هنفطر ونتعشى ونتغدى لحوم بس تعملوا كده فاين ما عنديش مشكله بس قصدي ان انت ممكن تاكل الصبح اي كميه بيض مثلا
ايفن مقلي ما عنديش مشكله خالص انه يبقى فيه دسم. مقلي يا دكتور؟ ما انا بنتكلم بقى على الدايت الكيتوجينيك، انا دلوقتي بحاول استفيد ان انا عندي العيد وما احرمكوش وما امنعش الناس من اي حاجه. فهنعمل ايه؟ كله يا جماعه بروتين زي ما انتم عايزين، هو انكلودنج البيض، لحمه، فراخ، سمك، اللي انتم عايزينه، جبن صفراء، ايفن جبن صفراء ما هي بروتين وفي دسم. ايه جبن صفراء زي الرومي والفلافل كده؟ بس الشيدر هي الاكثر تعتبر بروتين، لان الرومي بتعتبر اكثر بطاطس كاربس. فخلينا في الشيدر وما كده بتبقى ملحه شويه، فبرضه فيها املاح بتتخزن في الجسم. لا بس احنا بنتكلم دلوقتي احنا على كيتوجينيك دايت. احنا يعني دايما في اي دايت يقول لك ايه، كل الجبنه القريش، البيضه اللايت، زبادي لايت، صح كده؟ لا في الدايت الكيتوجينيك اللي هو هنعمله في العيد ده كله جبن الصفراء يا جماعه، خدوا اللبن فول كريم، يعني خدوا ما كل ما هو بروتين وفي دسم. شفتوا بقى؟ ده انا هخربك، انا محروم بقالي كتير، ده انا هخربك. انا قلت بقى لازم العيد ده اغير لكم، يعني عايزكم تخربوها معايا كلكم. يا دكتور انا عندي بس سؤال، هو الكيتو، الكيتو ده كيتو ايه؟ كيتوجينيك دايت. كيتوجينيك دايت تمام. الكيتو ده بالنسبه لنا فعلا ده نظام في الحياه. اي بص هنتفق عشان بس انا قلت ايه، ما يزيدش عن عدد ايام. هو ما ينفعش كل الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول او مشاكل في الشرايين والقلب وكده، والناس الكبيره في السن، لان انت كده بتديهم دسم عالي وما ينفعش نمشي عليه لونج تيرم، يعني طول حياتنا مثلا. لكن احنا بنتكلم عشان ما نضرش حد، احنا بنتكلم على الاسبوع ده، على كام يوم بتوع العيد. اي شخص حتى ايفن عنده الدهون عاليه لو خد لمده يومين ثلاثه بروتين عادي مش هيحصل له اي ضرر اي مشكله، ويبقى صحيا بيبقى كويس جدا، مفيش اي مشكله. ناس كويسه صحيا، يعني الليبيد بروفايل بتاعهم الدهون كويسه، بيروحوا الجيم وصحيا كويسين، تقدروا تمشوا على الدايت ده. خلينا واقعيين بقى في حاجه مهمه، قول يا عم لازم نشتكوا من حاجه. العيد ده برضو يعني فته، يعني في رز وعيش وحاجات، ازاي معلش هناكل لحمه ازاي من غير رز وعيش؟ انت ما بتاكلش فته اصلا؟ لا مين قال؟ انا باكل فته بس من غير العيش. يعني باكل الفته عادي بس من غير العيش. ما هو كل حاجه يعني هقول برضو حاجه، وهاكل بيض مقلي ازاي من غير عيش، من غير ما اغمسه كده انت فاهم؟ شوفي دايما يعني شوفي دايما لما الواحد بيدي كل حاجه للبني ادم برضه بيطمع، بيطمع بيفكر في حاجات تانيه للدايت بتاعتي. يا شيخ ده جاب لك نظام الياباني اسمه كيتو جانيك اهو، جميل يعني عشان خاطرك. مفيش انت عليك السقف، هم عيلوا اكتر يعني. راح فين تاني؟ مفيش. العيد اللي فات بقول لهم كحكتين ودمرتهم، دلوقتي بقول لهم كلوا اي كميه انتوا عايزينهم وكلوا دهون. أيوة. وبرده مش عاجبهم. ما يخشش اي كارب خالص؟ مش خالص. يعني تو سيرفنج، تو سيرفنج يعني ايه؟ طبعا ده بالنسبه لحضراتكم لا يمثل شيء، ست معالق رز، سمرتين فاكهه في اليوم. ده هو ده نص ست معالق رز، اللي هو معلقه الاكل مش معلقه الغرف يعني. يا عم النظام مش ليك، النظام مش ليك، النظام الناس النظام اصلا عرفتكم بقى، فحفظت ايه ال ما هو احنا بنمثل الشعب والجمهور اللي بيتفرج علينا ده، مش انتوا برضه بتحبوا تاكلوا الرز والبتاع؟ ده اكتر واحد بيحافظ على النظام الغذائي بتاعه. كنت بحاول والله، بحاول والله، بس انا اليومين دول هو اللي بيبوظ الناس، اللي يعني هو ملتزم ويبوظ الناس. يا دكتور لسه هنكمل معاك الكلام عن اللحمه وعن كمال الانظمه وكيتو، ومش عارف كيتوجينيك، مش عارف كيتوجينيك ده بالنسبه لا بالنسبه لي ان هو اسم دواء او اسم حاجه كنا بنحطها للناموس. لا هو حاجه للناموس. كيتو فان، كيتو فان والله العظيم. خليكم معانا، طيب فاصل وراجعين تاني، مش هتاخر والله. تاني ولسه مكملين مع دكتور هيام الحيوي اخصائي التغذيه العلاجيه، بتكلمنا عن النظام الصحي في العيد، ازاي نقدر ناكل اللي احنا عايزينه واللحمه في نفس الوقت ما نضرش النظام الصحي. وهي الحقيقه يعني دكتور فاجئتني بفكره انه لا احنا ناكل لحمه وبروتين زي ما احنا عايزين، وده طلع نظام اسمه كيتو جانيك دايت. ازيك يا دكتور تاني؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. طيب خليني اسالك بقى انه طيب احنا ناكل لحمه براحتنا والصبح وبالليل في اي وقت، طيب اقدر اكل واخش انام عادي براحتي ولا لازم استنى شويه وبعد كده انام؟ بصي عشان مش عشان حاجه، مش عشان الضرر على قد ما هو عشان انت ما تبقيش متضايقه، يعني الموضوع كلنا وتمام وساتسفايد وكل حاجه، الموضوع ما يقلبش بقى بمشاكل في الجهاز الهضمي. فانا افضل ان احنا نقعد مثلا ساعتين، يعني ما ننامش، ناكل نقعد ساعتين نشرب حاجات يعني بتساعد على الهضم، شاي اخضر، جنزبيل، جنزبيل بالظبط كده، ناكل ورقيات الخضراء زي اتكلمنا على الموضوع ده المره اللي فاتت لو تفتكروا بالظبط. الحاجات الخضراء دي بقى دي اللي مهمه علشان تخلي، ما هي اللحمه احنا عندنا وسطين في الجسم، وسط حمضي ووسط قلوي. كل ما الجسم، مش عايزه اعقد الموضوع، بس الوسط القلوي هو الجسم بيعمل فيه كل حاجه من وظايفه بالصوره يعني البرفكت تمام كده.
انا اخلي جسمي اللحوم هتخلي جسمي حمضي، اوكي؟ انا ازاي اكل برضو لحمه كل حاجه بس اظبط الوسط بتاع جسمي عشان يهضم كويس ويبقى كل حاجه كويسه، اكل جنبها خضره كتير، اي حاجه لونها اخضر غامق داكن كتير، بروكلي، جرجير، خس. فانتوا دايما زي ما احنا كده انت بتقول فته وكده، معلش نيجي على نفسنا ناكل اللحمه كتير اللي انتوا مستنيينها اهو من العيد للعيدكم يا حرام، ونيجي على الفته شويه وخلي جنبها سلطه كتير خضار، ده هيحل المشكله ويخليك تقدر تاكل كميه كويسه وتنام وفانكشن عادي كويس مفيش اي مشاكل خالص. نشرب ايه بقى معلش بمناسبه المشروبات هنا؟ احنا قلنا شاي اخضر بس، زنجبيل، اي حاجه بتحرق زنجبيل. وانت بقى قلت برضه حاجه مهمه، فكره الووتر ريتنشن، ان انا جسمي يخزن املاح، فدي بتبقى مشكله برضه كبيره جدا. حلها ايه؟ الكركديه الساقع مش السخن، من اكتر الحاجات طبعا من غير سكر، من غير سكر لا ما بيبقاش حلو، ما بيبقاش حلو، لا لا ما ده هناخده طبعا. انا مش عاجبني بالظبط، ينفع عسل؟ احنا قلنا الكيتو بقى خلاص، مش نظام الكيتو. الكيتو هو طب ما السكر بيعمل دهون في الجسم برضه، هو ده كيتو؟ سكر لا، سكر هنوفر سكر ده لان احنا ناخد شويه كاربز، هم 6 معالق رز، معلقه الطعام او مثلا رغيف بلدي بلدي، وثمرتين فاكهه مش مانجتين يعني، عشان ايه؟ انا قلقانه من ثمرتين فاكهه. لا السلمانجه فيها املاح، فيها املاح وخاز ميه وسكر عالي جدا، فاحنا بنتكلم في الفاكهه اللي هي قليله السعرات نسبيا. زي ايه مثلا؟ التفاح كويس جدا، برقوق، خوخ، بطيخ، بس برضو دي بقى مشكله. ايه بقى؟ دي انا عندي عامله كارثه في العياده. باخد بطيخه كامله. انا بقول لاي حد جاي يعمل دايت مثلا ليك ثمره فاكهه، فيقوم واخد بطيخه. اه والله انا ثمره كامله. ثمره دي مش ثمره مين؟ 400 كلمة. انا ايوه هي. انا بقول ايه؟ انا بقول لك انا دكتور بقى. دكتور دكتور احمد فاروق دلوقتي معانا. خليكم دكتوره وان انتم دكاتره. يا جماعه البطيخ مش زي ما الناس فاكره انه ميه بس وانه ما فيهوش سكر، دول معلومتين والله غلط. انا هقول لكم حاجه بسيطه، شريحه البطيخ اللي هي قد كف الايد بتعادل ثمره فاكهه كسعرات، يعني لو تفاحيه فيها 80 شريحه البطيخ اللي قد كده دي فيها 80، احسب بقى البطيخه دي يبقى اكلت كام كيلو تفاح مثلا. بسم الله. كل اللي عملته غلط اصلا، كل اللي عملته غلط يا جماعه والله بجد والله. حضرتك منزل عندي جدول سعرات حراريه، عندي البطيخه الكامله 400 كالوريز. لا 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 انا بعمل زي ما الدكتور بتقول. بيزد على ايه البطيخه؟ ما انت عندك بطيخه قد كده وقد كده. لا مفيش حاجه اسمها بطيخه كامله كيلو، ده احصائيات. ايه ده يا فاروق؟ انا بقى بنجيب البطيخه اللي هي الكبيره دي وهم قاسمينها نصين، في الوجبه بناخد نص مع الجبن والاكل. هما بيقولوا حاجات غريبه، لان انا زيك يا دكتور بني ادمه طبيعيه جدا، باكل مثلا يعني اللي هو الهاف بالظبط بس، ما باكلش اكتر من كده، ده طبيعي. بس فاروق 400 كالوري اللي فاروق بيقول لك البطيخه، احنا عندنا وحدات قياسيه. في عيله بتاكل بطيخه. عندنا وحدات قياسيه، يعني احنا في حاجه اسمها السيرفنج. السيرفنج ده يعني مثلا سيرفنج من النشويات كلهم 80 سعر، سيرفنج مثلا من الفروتس الفواكه 80 سعر، السيرفنج ده من قيسه ازاي بس عشان يبقى الموضوع بسيط. لو حاجه حجم التفاحيه في حجم كف الايد ده سيرفنج، طب لو حاجه بتتقطع زي البطيخ والكانتالوب والحاجات دي، كوبايه زي المج ده تتملي كيوبس، هو ده كده سيرفنج. فهتقولي بطيخ قد ايه؟ هقول لك املى كوب زي ده قطع بطيخ. ده ولا يكمل معايا يعني شوكه واحده صح؟ خلاص. لا يعني بجد والله يعني مفيش فاكهه كده ممكن اقعد اكل فيها لوحدها كده ما تخنش؟ ما فيش الكلام خالص. نرجع بقى الحاجه الوحيده اللي ممكن كده هي خضار الخس، مش حتى مش اي خضار، خيار وخس يعني، لكن الفاكهه لا. طب التين الشوكي يا دكتور دلوقتي احنا في يعني في الصيف والناس بتحب التين قوي. الثلاثه تقريبا او اثنين يعني هي بتنين ونص بس نقول ثلاثه يعني يعتبروا سيرفنج بالظبط كده، مش كده بنقول هو في على حسب ما، فهي ال 40 دي لو حسبتها يعني الاثنين يعتبر لو حجمهم كبير شويه سيرفنج، لو حجمها صغير مش كده بنقول ثلاثه يبقوا كده سيرفنج. هو الطبق فيه 15 لوحده يعني، هو الطبق بعد ما نرجع بقى للموضوع الحلقه بتاعنا اللي هو ايه، بما اننا في عيد اللحمه والكلام ده ممكن اسالك في سؤال؟ طبعا شوف يعني بما اننا في عيد اللحمه وكده، في بقى في الرقاق النهارده يا عيني، والرقاق والجلاش والمكرونه البشاميل برضه هو بيلعب على الحته، ارجع نفس الحته نفس النقطه. ايه عندك اختيار من اثنين بجد ماشي. يعني احنا يعني هناكل وجبه متزنه وانا اشك ان ناس كتير تعرف تعمل ده. متزنه يعني ايه؟ ان انا هجيب طبق هقسمه اربع ارباع، مش حد هيقسمه، مش هنقسمه، انا بس بقول يعني ايه يعني مجازا ماشي، يعني هتقسمه اربع ارباع يعني ايه؟ هتحط في ربع نشويات زي قطعه رقاق زي ما انت بتقول، قطعه مكرونه بشاميل، فته، ده ربع الطبق الكبير ده حطيت ربعه الكميه دي. النص التاني خضروات، سلطه كتير، ورقيات كتير. الربع التاني لحمه، اي نوع لحمه انت عايزه. وانا كنت بتكلم معاهم على حاجه مهمه جدا بس عشان بما انك قلتي رقاق ورز او دول اللي انت قلتهم، فانا قلت طب ثانيه واحده، هو ينفع ناكل نوعين كربوهيدرات في نفس الوجبه؟
لا ده ما ينفعش. زي ايه مثلا؟ ايوه ما رز وعيش في الفته ما ينفعش. لا بس نتفق. ايوه حاجة. نتفق ماشي. هو ما ينفعش مش عشان حاجه صحيه. انا افتكرت قصدك كسيرفنج كبورشن. لكن أيوة. لو انت خدت الربع ربع الطبق ده اللي هو الفته في ميكس عيش ورز لا ما فيش مشكله خالص. الاثنين كربوهيدرات مع بعض انا اعرف ان هو بيزود الوزن وبيخزن. لا لا هي اتس اول اباوت ايه السيرفنج الكم. يعني انت خدت مج زي ده مليه رز ابيض او مليه مثلا رز المعمول بالشوفان او فته خلاص ده سيم نفس السعرات. طيب حلو قوي. حلو ده ماشي. كده اكل رز وعيش بعد كده. طيب ما فيش مشكله. دلوقتي مثلا خلاص احنا مشينا على الكيتوجينيك دايت في العيد وكلنا الساعه 12 الظهر وكلنا فاكهه بكميات معقوله وشربنا كل الحاجات اللي ممكن تذوب الدهون. طيب عدد مرات الاكل على مدار اليوم انا ممكن اكل كم مره لحمه في اليوم؟ 9 مرات. طب خلاص كده انت جاوبت. بص اقول حاجه يعني هي انا بقول دايما الانسان طبيب نفسه. يعني هتلاقي معظم دكاتره الدايت بيقولوا افطروا الصبح كلوا سناكس ولازم تاكلوا 6-8 وجبات يوميا وان ده كويس للحرق تمام. ده الجنرال الناس كلها بتسمعه. بس في يعني الحقيقه ان كل انسان فينا ليه طبيعه الجسم وهو بيعرفها باللي هو بيجرب. بالظبط. في ناس لا بتحرق جسمها بيحرق احسن وهضمها بيبقى احسن لما تعمل نظام زي اللي هو الصيام المتقطع. يعني ايه؟ أيوة. بيقعد ما ياكلش تقريبا 16 ساعه ياخد حاجات بسيطه جدا ويجي 8 ساعات. بالظبط 8 ساعات بس في اليوم دول الوقت بتاع الاكل. بياخد وجبه رئيسيه كبيره اللي هي مثلا سي غدا وسناك وجبه خفيفه اللي هي زي العشاء او الفطار وخدهم في اي وقت في اليوم. يعني صوم 16 ساعه يعني اي وقت عايز. في ناس بتنام بدري الساعه 7 او اخر حاجه بتاكلها الساعه 7 فتبقى اخر 7 بالليل اخر حاجه تاكلها. ما تحطش اي حاجه في بقها خالص غير مشروبات عادمه السعرات. والصبح الساعه 11 يفطر يبقى كده يتغدى بقى وياخد السناك بقيه اليوم. فكل واحد على حسب. ففي ناس السناكس وفي ناس برده ما تاكلش وجبات رئيسيه كبيره فطار غدا عشاء وسناكس. تعمل نظام اللقيمات. يعني ايه برضو ممكن تعمل يا عامر من تاكل 9 مرات زي ما انت قلت. لا بهزر طبعا. ما انا بقول لك اهو مش ماشي بعمل نفترض والله نفترض والله ماشي بتاع كده مثلا مثلا ايه مثلا فاحنا نفترض ان عامر هياكل 9 مرات مثلا. طب ممكن يعملها على فكره لو هو حد بيجوع بسرعه وقاعد في الاجازه فاضي. انا نفسي اعمل كده. هتعمل ايه بقى؟ ممكن ياكلنا اصلا. هنعمل طبق نحسب بالسيرفنج. يعني نجيب طبق صغير مش كبير وكل وجبه اخليها في خضار وعليها شويه بروتين. الوجبه الثانيه خضار وعليها كاربس. يعني انت تاكل مره مثلا حلويات اللي فرجل عليها مع شويه سلطه بس كميه مش كبيره. بعديها بثلاث ساعات ولا حاجه طبق فته ميكس كده عليه خضار. بعديها بثلاث ساعات اكل بروتين ثاني وهكذا. بس افصل الكاربس عن البروتين. يعني لو قدرت تعمله كل وجبه دي وجبه فيها بروتين مع خضار وجبه فيها نشويات مع خضار انت كده مش هتتخن خالص وهتاكل كميه اكبر بكتير. مش هنحرق نفسنا من حاجه. والله يا دكتور انا بالنسبه لي طبعا النظام ده بالنسبه لي طبعا مفيد جدا وكويس جدا. بس برضو اي حد ممكن بيتفرج علينا هيقول لك لا النظام ده اكيد هيتخني. يعني اكيد لو انا قعدت اكل بالطريقه دي ولحمه وفيها دهون واكلت بكميه كبيره شويه اكيد هزيد في الوزن شويه. ما احنا اتفقنا بقى في اول ما اتكلمنا قلنا اللي احنا بنقوله ده مش يعني مش حاجه في العموم. احنا قلنا في دايت الناس كلها بتعمله وبتخس عليه. لو حد هيعرف يلتزم يعني مثلا عامر انا مش عارف التزم انا لازم اكل نشويات هو قرر ان هو مش هيعرف يعمل ده فياخدش الجزء اللي انا قلته من الدايت الحلو ويعمله ويحط عليه كام معلقه يحطش التاتش بتاعي. لو حط التاتش بتاعه يا فاروق طبعا هيتخن. لكن لو انت شخص مثلا عارف لا انا هقدر اعمل اللي هي قالته ده بالظبط خد اللي انت عايزه من البروتين زي ما قلنا ومانج بقيه الايام العيد وايفا ممكن تكمل بعديه لو لقيته ان ده دايت مريح بالنسبه لك وما عندكش مشكله. ما كنتش مع اي حلويات خالص ولا اي بسبوسه لا هو هيبقى بس برضو بالسيرفنج. يعني ايه انا قلت لك ليك سمرتين فاكهه ممكن ابدلهم. عايز تو ريبليس بالظبط كده هتاخد قطعه البسبوسه اللي هي قد علبه الكبريت المصري مش المستورده يا عامر. مش اللي هي الكبيره دي؟ لا مش اللي هي الكبيره دي هي قد البسبوسه ايوه هي دي. فهي دي قد سيرفنج دي قد التفاحه فانت هتاخد قطعتين. طب مع الكيتو مع الكيتو دايت ينفع نحط الصوصات اللي هي صوص اللحمه صوص المشروم صوص الحاجات دي عادي؟ اي ما هو الكيتو بقى فاتس. يعني اي دايت لما تروح للدكتور يقول لك كل سيزر سالاد اللي هي فراخ مشويه على خاص بس ما تحطش الدريسنج الخارجي لانه بياكله فاتس. لا في الدايت ده حط الدريسنجز اللي بتيجي مع السالاد. هو دايت لطيف جدا للايف ستايل بتاع الناس اللي شويه في سننا بتخرج تاكل بره كتير مش منتظمين عندهم دايما شغلهم بالظبط فدايما فبيسهل عليك ان انت هتروح اي مكان هتلاقي حاجه مناسبه هتطلب بروتين اللي انت عايزه فرايد ولا اي حاجه بس هتختار السايد ديش ما يبقاش نشويات يبقى دايما خضروات. طيب دكتور سريعا كده يعني الناس اللي بتمشي على الكيتوجينيك دايت ده ممكن مثلا لو عندها تارجت ان هي عايزه تنزل كيلو عدد كيلوهات معين بتنزل فعلا وبتنزل في قد ايه؟
لا هي ما ينفعش اقول قد ايه لان ده زي سؤال بالظبط. لا ملهاش افريج والله لان زي بالظبط لما حد بيجي لي اول مره كلينك وادي له دايت يقول لي حضرتك تتوقعي اخس كام كيلو. لا دي ما فيهاش ريفرنس. اولا كل واحد فينا ليه معدل حرق وملهاش شرط ان انا صغير مثلا في حرق عالي. في ناس صغيرين وحرقهم بيبقى ضعيف جدا زي حد عنده 50 و60 سنه. بتتقاس ازاي؟ بتتقاس في جهاز بيطلع رقم نسبه الحرق ده نمبر 1 اللي هو ان بادي ولا غير ان بادي؟ بالظبط ان بادي بيطلع الار دي اللي هو نسبه الحرق بتاعتنا. الحاجة التانية لما بتبدأ دايت مع دكتور بيديك نظام مفروض بيزك بيبين استجابة جسمك ايه أكتر، لو قطعت عنه نشويات، لو اديته نظام كيتو اللي هو فيه فاتس وبروتين. كل واحد فينا ليه طبيعة، زي ما قلنا كده في حد لما مش بياكل وجبات كتير بيخس أسرع، وفي حد لما بياخد وجبات صغيرة بيخس أسرع. فلما انت سوى لوحدك من غير دكتور بتبتدي تجرب أنواع دايت مختلفة بتلاقي الريسبوند بتاع جسمك أحسن لإيه، أو مع دكتور بيقولك أنت جسمك بيستجيب لكذا أحسن. لكن صعب نعمم حاجة، دي صعبة جدا. والله يا دكتور يعني افدتينا وعجبني جدا النظام والله بجد. كيتو كلنا كيتو دايت يعني جميل جدا. وده النظام يا جماعه هتتابعه ان شاء الله في العيد باذن الله، وبعد العيد برضه هنكمله زي ما احنا طول السنه. ما تمشيش عليه طول السنه عشان طول السنه عشان جميل جدا غلط. احنا عايزينه وزوده اللي انتوا عايزينه. ايس كريم بقى مع بسبوسه برضه وحطها تحت بند كده. لا 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 كده انت مش كلام فاروق خالص يا جماعه، عشان فاروق بيهزر يا جماعه. نورتينا يا دكتور، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك وتسلم لنا، دايما بتفيدينا بحاجات احنا بنبقى ناقص عندنا معلومات. كل سنه وانتم طيبين. طيب. طيب احنا كده فقرتنا خلصت، لكن بعد الفاصل معاكم فقره عيش صح، استنونا. فكرة جديدة من نعيش صح. الشخص المصاب بالسمنة أكتر حاجة ممكن تعمل له اكتئاب وتعب نفسي مش مشكلة السمنة نفسها، المشكلة دي لو حاول يعالجها عن طريق جراحة من جراحات السمنة وفشلت. في الحالة دي بيفقد الأمل تقريبا في الحياة كلها. طبعا بيزعل أول حاجة على الفلوس اللي اتدفعت في العملية دي، تاني حاجة بيزعل على إن هو كان عنده أمل كبير إن هو طبعا يعيش حياته بصورة صح، وكان عنده أمل كمان إن هو يحل كل الأمراض اللي عنده، لأن إحنا قلنا قبل كده إن السمنة مش بس بتكون لوحدها، لأ بيكون وراها أمراض كتير. النهاردة هنتكلم على أسباب فشل عمليات السمنة الجراحية، ايه اللي ممكن يخلي العمليات دي تفشل، وكمان النهاردة معانا مفاجأة لكل اللي بيشوفونا ان ممكن نعالج فشل العمليات دي ونعمل لها اعادة هيكلة كده من الاول وجديد وتنجح العملية في الاخر. بس النهاردة علشان نتكلم في كل الكلام المهم ده كان لازم دكتور مميز جدا ينورنا النهاردة ويحل معانا المشكلة دي، وهيقول لنا اول حاجة مع بعض سبب فشل العمليات دي ايه هي. رحبوا معايا بدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير ومستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، زميل الكلية الملكية للجراحين لندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية. دكتور كريم أهلا بحضرتك. أهلا أهلا، منورنا يا دكتور. أهلا بيك دكتور. في البداية كده عايزين نعرف ليه الإنسان ممكن يكون حاطط أمل كبير قوي على عملية من عمليات جراحات السمنة وتفشل، أسباب الفشل بتكون ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا فشل جراحات السمنة هو يعني ليه عوامل كتيرة جدا. أنا شايف إن احنا يعني نبتدي بس البداية صح. العملية الحقيقة لازم تتعامل بإحكام، يعني الجراح يكون عامل عملية محكمة، والحقيقة طبعا يختار برضو العيان اللي هيعمل العملية، هل العيان ده يعني العيان ده فعلا مستوعب العمليه دي ولا لا، هيقدر يحافظ عليها ولا لا. لان احنا دلوقتي فعلا انا بفلتر، يعني في ناس بنرفض نعمل لهم العمليات لان هم مش اوير بالعمليه ولا هيقدروا يحافظوا على العمليه، وبالتالي هيرجع رجوع الوزن. وخلينا نتفق على حاجه، ان عمليه السمنه المفرطه مش بس نجاح جراح، هي نجاح برضو محتاج مريض ناجح، مريض عايز يخس، مريض عايز ينزل وزن، هو عنده إرادة أنه هو يعمل مشاركة كده. يعني هي فعلا الحقيقة مشاركة ما بين الجراح والمرضى، والحقيقة دلوقتي احنا بنكتب حتى زي اتفاق ما بيننا وبين المريض في الكونسنت بتاع العملية، بنكتب فيه الحاجات اللي انت هتاخدها من العملية، الحاجات اللي هي الأضرار بتاعة العملية إذا ما اتبعناش التعليمات المظبوطة، المشاركة بتاعتك هتبقى إيه ما بعد العملية، المتابعات بتاعتك نظامها إيه، وبالتالي هو بيبقى زي اتفاق ما بيني وبين المريض.
اوكي. اول خطوه فيهم ان الجراح لازم يكون عامل عمليه محكمه، عمليه مظبوطه بمقاسات مظبوطه، يعني تكميم معده بدون قبه معده، تكميم معده من غير ما تكون زي القربه من تحت، تكميم معده من غير التواء، تكميم معده ما فيهاش مشاكل، او تحويل مسار يكون محكم. تحويل مسار ما بقاش بيخس بسبب الارتجاع المراري فقط، ان عامل تحويل مسار معده مصغر الباوتش بتاعته قصيره، او عامل تحويل مسار معده مصغر المعده بتاعته واسعه بزياده، تحويل مسار معده مصغر طول الامعاء بتاعته مش مظبوط، سواء قصير قوي عامل له سوء امتصاص، او سواء طويل قوي يكون ما تبقى يعني طويل قوي ويخليه طبعا ما بيخسش كويس. وبالتالي في تفاصيل كتيره قوي في التكميم والتحويل الجراح عليه دور فيها كبير جدا، دي مش هترجع لاي حد يعني، دي محتاجه احترافيه شديده في اجراها، ومحتاجه خبره يعني كبيره قوي في مجال جراحات السمنه ان انت تعمل عمليات محكمه لكل الاوزان. طبعا النمره الثانيه المريض برضو عليه عامل كبير جدا جدا، انت خدت عمليه محكمه واخد تكميم على المقاسات الدوليه المظبوطه وعامل اشعه ثلاثيه الابعاد جميله ومقاسات المعده محكمه، ما عندكش فندس فوق او ما عندك انترم تحت والدنيا يعني المعده مظبوطه قوي محكمه، تيجي بقى بعد 5 سنين وزنك زاد ليه بقى زاد تاني؟ يعني ده سؤال، يعني انت ما هو الجراح بيعمل لك عمليه محكمه، انا عملت حاجه لمدى الحياه بقى ما تزيدش معايا تاني، عمل لك عملية محكمة في خلال مثلا نص ساعة ساعة، العملية دي انت بتستخدمها لمدى الحياة، العملية ليست عقل مدبر قاعد جوه المعدة يقول لك كل سكريات بالكمية الفلانية ولا كل نشويات بالكمية الفلانية ولا كل بروتين، هي لايف ستايل موديفيكيشن. طبعا انت العملية هتساعدك وتنزلك لوزنك المظبوط، لان هي بتبقى محكمة قوي في الفترة اللي هي 3-4 سنين، بتلاقي المعدة محكمة قوي مش هتقدر تفتري عليها، مش هتقدر تاكل كمية كبيرة هتخليك ترجع، بس هو على المدى البعيد انا قاعد ارجع 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 وطول الوقت العضله نفسها بتوسع على المدى البعيد. والاشعه بعد العمليه في الناس اللي هم بياكلوا بعنف بتبقى معروفه، بتبقى فيوزي فورم واسعه كده، يعني بتلاقي الدايليتيشن واسع، هي ما بترجعش الوزن لوضعها الطبيعي على المدى البعيد زي ما كانت في الاول، لكن المعده ما زالت العضله بتوسع بتبقى فيوزي فورم، الجراحين عارفين ده وعارفين العيان مين العيان اللي بيفتري على المعده بتاعته، يعني كده كده هتتقفشوا في الاخر يعني دي معروفه طبعا. طيب انا عامل تكميم ومعدتي مظبوطه جدا ووزني نقص للوزن المثالي وبعد كده ابتدى الوزن يزيد تاني، انت اكيد بتاكل سكريات، ما هي طب معادله يعني معروفه، بتاكل سكريات كتيره، شوكولاتات كتيره، ايس كريم كتير، بتزحلق كاربس كتيره، حتى لو الاكل قليل، يعني لو اكلي نفسه قليل بس الأكل انا قليل بس عمال يزحلق حاجات سكريات، ساعتها بقى تعالى انت تستاهل بقى ان احنا نعمل لك مش تكميم بقى، تعالى نحولك نعمل لك تحويل مسار معده مصغر او تقليدي. اللي بيحصل برضو انه يعني في ناس طبعا بتبقى كميه الاكل بتاعتها قليله ونوعيه الاكل بتاعتها قليله وتلاقيه قاعد في البيت ما بيتحركش خالص، ما بيتحركش خالص، مفيش حركه، ما هو كميه الاكل حتى لو قليله ده في التكريم ما بتتحرقش، انت محتاج عامل زي يعني طبعا مفيش خارج اصلا من الجسم، يعني مفيش طاقه مستهلكه، انت بتاكل وبتخزن قاعد، فهو نزل مثلا 30-40 كيلو وثبت على الوزن الثاني، الثبات بسبب ايه؟ طبعا لازم في حرق، انزل اتحرك، هات عجله في البيت اشتغل بيها، انزل جيم، انزل نادي، يعني لازم يبقى في مستهلك من الحاجات. العمليات ليست نهايه الحياه، هي ليست هي طول جميله استخدمها كويس جدا بحرفيه. خلال الفتره بتاعه المتابعه في اول 6 شهور احنا ما بقاش عايزين نعمل دايت ولا عايزين نعمل حاجه، كل اللي في البيت، الاكل العادي الطبيعي اللي هو اللي البيت بيعمله، لكن محتاجين يكون في نوع من ثقافة التغذية نفسها، قد إيه كل بروتينات على قد ما تقدر، كل فاكهة على قد ما تقدر، كل خضار على قد ما تقدر، الكارب قلل فيها بتاع شوية الأكل يعني طبعا احنا يعني خد كورس تدريبي خلال الفترة الأولى معانا بعد العملية، هتستمر بيها مدى الحياة سعيد جدا. عيانين بقالهم 7-8 سنين بيعملوا عمليات ومبسوطين جدا، وعيانين تانيين بتلاقيهم بعد 5 سنين ابتدى الوزن ابتدى تورجين، نزل بقى 70 كيلو ابتدى يبقى 71 72 73. طب وبعدين؟ ما هو انت لو معدتك وسعت هتحتاج لاعاده تكميم، لو معدتك ضيقه وابتديت تاكل سكريات او استهلكت سكريات عاليه او طاقه عاليه هتحتاج لتحويل مره ثانيه. فاللي ياخد عمليه يتقي الله فيها وفي نفسه على الاقل يا دكتور عشان الفلوس اللي بتدفعوها يا جماعه في العمليات ويحافظ عليها على قد ما يقدر، ده اذا كانت العمليه اصلا معموله مزبوطة. كويس تمام. طيب دكتور الحاجه الحلوه بقى اللي هنقول عليها النهارده عمليه اعاده اصلاح فشل العمليات الجراحيه، دي حاجه ما كناش بنسمع عنها كتير، او في ناس كتير مجرد ما تعمل عمليه وتفشل خلاص كده بتيأس والدنيا تقف قدامها وسواد بقى. النهارده بقى ايه الجديد اللي هنقوله؟ احنا عندنا كل الحاجات يعني في نقط، اول حاجه تدبيس المعده، كلهم تقريبا اللي عمل تدبيس معده
كلهم هيحتاجوا لعمل تحويل مسار معده، لان تدبيس المعده بوضوح ملوش تكميم بعده، التكميم بتبقى فاشله جدا جدا بعد التدبيس. فلو انت عامل تدبيس معده وفي لها اسم تاني اسم الفراشه، تدبيس معده وفراشه، لا لازم هيحتاج الى اعاده اصلاح مره تانية، هيعمل تحويل مسار معده. عندنا حزام المعده عمليه سهله بتعمل في وقت قصير لكن غير فعاله، جسم غريب هتحتاج غالبا غالبا لمره تانية تعيد تعمل تكميم معده او تحويل مسار معده. عندنا عمليه التكميم، التكميم اللي هي وسعت على المدى القصير او المدى البعيد، هتحتاج لاعاده تكميم مره تانية لو كانت المعده واسعه قوي، او تعمل تحويل مسار لو كانت المعده ضيقه وانت بتزحلق سكريات. عمليه تحويل مسار المعده اللي ما خسش قوي عليها هتحتاج تصغر الباوتش بتاعتك وتعدل طول الامعاء مره تانية، فالاصلاح ليه حاجات كتيره. تمام، هنطلع مع بعض نشوف تقرير سريع ونرجع مره تانية نكمل كلامنا مع دكتور كريم، استنونا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي احمد سعيد ووزني 135 كيلو وبعاني من مشاكل صحيه بسبب زياده وزني، وبصراحه بقى لي فتره طويله بتابع الدكاتره عشان يعني نويت ان انا اعمل عمليه للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور، وكنت متابع اكتر من دكتور وشفت الدكتور كريم على التلفزيون. بعد ما انتهت الحلقة دخلت على الانترنت وكتبت اسم الدكتور ودخلت شفت الجروب وشفت العمليات اللي الدكتور عملها وشفت تعليقات الناس اللي كانت الردود كلها، بصراحة ارتحت جدا وقررت ان انا يعني اختار الدكتور كريم ان انا اروح اعمل معاه العملية، وفعلا توجهت للعيادة وقابلت الدكتور وكانت مقابلته مريحة جدا، واشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز، وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله، قال لي كل الأمور دي بسيطة وإن شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد، وارتحت الحمد لله ونويت إن شاء الله النهاردة هعمل العملية. يعني مهما اقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العمليه. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عمليه تكميم معده وعمليه المراره، وكان عندي مشكله في الارتجاع والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكه للمنطقه المريء واللي هي عمليه الارتجاع دي. فطبعا انا كنت في الاول متخوف من موضوع ان انا اعمل اجري اكتر من عمليه، والدكتور هون عليا الموضوع انه قال لي يعني دي هتبقى عمليه واحده وما يعني نفس نسبه الشفاء هتبقى واحده، وفعلا انا تقريبا دخلت العمليه الساعه 12 بالليل، انا الساعه 4 بالظبط كنت بغادر المستشفى تاني يوم، يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطه ودي للامانه انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العمليه بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال الثمان شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود ال 50 كيلو. طبعا انا عندي راحه دلوقتي في اكتر من حاجه، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشه عموما، انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العمليه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. مهما انا اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. شكرا. شفنا مع بعض دلوقتي ان العمليه الناجحه المظبوطه اللي بتتعمل على ايد دكتور شاطر ومتمرس قوي في مهنته اكيد بناخد منها احلى نتيجه، وما بنزعلش ابدا زي ما احنا قلنا في البدايه ان ممكن فشل العمليات الجراحيه طبعا توقف حياتنا. دكتور خلينا نرجع تاني على اساليب او ازاي نعمل عمليه اصلاح فشل العمليات الجراحيه، عايزين نعرف من حضرتك هل كل الحالات ينفع معاها نعمل لها اعاده هيكله او اعاده تاني العمليه الجراحيه بعد فشلها، ولا في
بعض الحالات ما ينفعش معاها؟ لا، الطب مش سايب الامور كده طبعا. احنا دايما بعد سنتين من اجراء عمليه تكميم المعده او تحويل المسار، لو ما قلناش اقل من 50% من وزننا الزائد، لا يبقى انت كده في مرحله فشل، محتاج يعني اصلاح لفشل الجراحه السابقه اللي حضرتك عملتها، سواء تكميم او تحويل مسار. يعني بعد سنتين ما تنتظرش يعني نزول وزن قوي عن الوزن اللي انت فيه، الا بقى لو كنت عامل بقى نظام دايت جامد او عامل نظام لنفسك يعني غير العمليه. فالعمليه الواسعه بزياده فوق ال 500 سنتي تكميم بتحتاج غالبا اصلاح، بنعمل تكميم معده تاني فوق العمليه. يعني دايما بنعمل اول حاجه بتعملها اللي هي اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد على المعده. دي بتشوف حجم المعده اخباره ايه. المعده احيانا بتكون واسعه فوق ال 500 بتعمل اعاده تكميم مره ثانيه. المعده اقل من كده ووزنك زايد بتعمل بقى تحويل مسار، لان المعده طالما حجمها صغير وانت ما خسيتش يبقى اكيد في لخبطه في نوعيه الاكل. فبنعمل لك بقى تحويل مسار، ده بالنسبه لتكميم المعده. تحويل مسار المعده لو ما خسش عليه على المدى البعيد بنصغر حجم الوجبه، يبقى حجم الباوتش، وبنصغر كمان الوصله ما بينهم، الفتحه ما بين المعده والامعاء، وبنصغر كمان اكتر الجزء الباقي من المعده، يعني بنطول سوق الامتصاص شويه. ده بالنسبه لتحويل مسار المعده. الحزام بنشيله وبنعمل تكميم لو كانت الانسجه تستحمل يعني، او بنعمل تحويل مسار لو كان الانسجه ما بتستحملش قوي. جميل. وفي جراحات ثانيه بقى بتعمل يعني، بس شايف الوقت مش كافي. دكتور، اخر حاجه عايزه حضرتك تقولها لنا النهارده، نسب نجاح عمليه اعاده اصلاح فشل العمليه الجراحيه قد ايه تقريبا؟ ان شاء الله تكون 100%، لان احنا داخلين نصلح عمليه بالعمليه اللي هي الاشد شويه، سواء تحويل مصغر يتقلب لتحويل مسار تقليدي، او سواء تكميم بتتعمل لتحويل مسار، او سواء لتكميم كبير بنصغر حجم المعده بقى بيه وممكن نركب حلقه عليه زي التكميم المعدل. تمام. في حاجات اوبشنز كتيره، بس احنا بندخل بنعمل العمليه الاشد الاقوى بحيث ننزل بقى نزول مظبوط مع الدكتور المظبوط. اكيد. يا دكتور انا بشكر حضرتك، نورتنا النهارده وافدتنا. النهارده اتكلمنا على كل الحلول لمشاكل ما بعد فشل العمليات الجراحيه، وقلنا ان دي مش ابدا نهايه العالم ومش ابدا حاجه تخلينا نشوف الدنيا سودة، لا، احنا دايما بنبتدي مع بعض من اول وجديد علشان دايما نعيش صح. كان معانا النهارده منورنا دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، زميل الكليه الملكيه للجراحين لندن، عضو كليه الجراحين الامريكيه. استنونا وفقره جديده من عيش. الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. لمشاهدة بث قنوات صدى البلد، صدى البلد 2، صدى البلد دراما من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على US9. فقرة جديدة من عيش صح.
فقرتنا النهاردة عنوانها دعامات العضو الذكري عند الرجال في مركز مصر للذكورة. الحقيقة ما يقرب من 150 مليون مواطن في العالم كله من الرجال بيعانوا من الضعف الجنسي في مختلف الأعمار ومختلف البلاد. خلينا نقول أن مختلف الأعمار يعني من سن كبار السن اللي هم بداية الستينات لمنتصف العمر اللي هم الثلاثينات وطبعا بداية العمر في العشرينات. هنعرف أكتر عن موضوع الضعف الجنسي وكمان هنعرف مع بعض طرق العلاج اللي هي الدعامات. لكن اسمحوا لي في البداية قبل ما نبدأ فقرتنا نرحب بضيف فقرتي النهاردة دكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري جراحة الذكورة والمسالك البولية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية. مساء الخير يا دكتور. نوري فندم. أهلا بك فايز. الحمد لله تمام. دكتور أحمد، يوم جديد وفقرة جديدة عايزين نتكلم فيها على الدعامات. دعامات العضو الذكري دلوقتي بقت من أنجح الحلول اللي يمكن عدد كبير جدا من الرجالة بيتوصلوا إليها بعد طبعا الأدوية والستابس الكتيرة اللي بيعملوها قبل تركيب الدعامات. طيب لو هنبدأ يا دكتور في البداية أسألك يعني إيه دعامة في العضو الذكري؟ أنا هاخد بس الأول من كلامك فعلا اللي أنت قلتيه إن العيان بيكون مر بمراحل قبل كده. أنا لما أقول دعامة، دعامة عضو ذكري، وانا بتكلم على إجراء جراحي. أوكي. بتكلم على عملية. إمتى بقى بناخد قرار إن المريض ده يعمل عملية؟ لازم يكون الاول هو مر بكل المراحل العلاجيه المختلفه الغير جراحيه. يعني انا جربت كل الادويه، جربت حتى الحقن الموضعي، وفي الاخر كل الحاجات دي فشلت، فانا بلجا للاجراء الجراحي اللي هو تركيب الدعامه. اوكي. ومبدئيا ما عندناش على مستوى العالم اي اجراء جراحي تاني مختلف، يعني هيروح امريكا، هيروح شمال، هيروح يمين، في مصر عندنا هو ده الدعامة. الاجراء هو الدعامه ده. أوكي. الاجراء الجراحي الوحيد. كان في محاولات بطرق تانية مختلفه بس هو ده المعتمد بالنسبه لنا، هو ده اللي ناجح، هو ده الامن، هو ده اللي بيجيب نتيجته. الدعامات هي حاجه مختلفه برضو لازم ده نوضحه عن الدعامات اللي الناس بتركبها في القلب. لان في ناس ما عندهاش عندها اللبس ده. لا، دعامات القلب شيء مختلف خالص. دعامات القلب دعامات بتركب داخل الشرايين. انما احنا ما عندناش شريان محدد داخل العضو الذكري. ولكن عندنا نسيج بنسميه احنا النسيج الكهفي. عشان اقدر اقرب الامور شويه للمشاهد، بالظبط عارفين الليفه اللي في الحمام عندنا دي العاديه، لو احنا قطعناها من النص وبصينا عليها بنلاقي في تجاويف كده متصله ببعضها بشكل او باخر. هو بالظبط العضو الذكري من جوه عامل كده. كل ده احنا بنسميه النسيج الكهفي. فالدعامه اللي بتركب هي دعامه بتاخد كل الحيز بتاع هذا النسيج الكهفي. وبناء عليه عندنا دعامات انواع مختلفه، عندنا مقاسات مختلفه عشان بتناسب كل الانواع او كل الناس. خلاص. أوكي. وده بيتم عن طريق عمليه جراحيه. فلازم نفرق الاول بينها وبين دعامه القلب، ان شيء مختلف تماما. الحاجه الثانيه لازم المريض يمر بكل طرق العلاج الغير جراحيه لحد ما نوصل لهذا الاجراء الجراحي. يبقى احنا كده دلوقتي جاوبنا على ثلاث اسئله في سؤال واحد. تمام. قلنا ايه هي دعامه العضو الذكري. مزبوط. قلنا كمان بنلجا لها امتى بعد. تمام. ما بنروح طبعا الوسائل اللي هي الادويه وغيرها كتير، وطبعا في اي تدخل جراحي تاني؟ لا، هي دي الحل هو بس الدعامه تركيب الدعامه. طيب إيه انما في انواع من الدعامات. انواع الدعامات. في انواع من الدعامات عندنا عنوانين كبار، هو نوعين اتنين كبار من الدعامات. في الدعامه المرنه وفي الدعامه الهيدروليكيه. خلاص. الفرق ما بينهم؟ لا، الدعامه المرنه ده جزء واحد بس خالص. الدعامه المرنه هي لما بتكون واقفه على خط مستقيم بتعمل صلابه، وانا في نفس الوقت اقدر اتنيها في اتجاه معين، عشان كده بيسموها الدعامه المرنه. هي جزء واحد صلب بيتحط جوه العضو الذكري. اما الدعامه الهيدروليكيه دي بتكون من اجزاء. انا كان نفسي اجيب لكم صوره بس للاسف مش موجود معايا دلوقتي. المكونه من اجزاء، اجزاء بتتحط جوه العضو الذكري وفي اجزاء تانية بتتحط جوه كيس الصفن. الشاهد انا في الدعامه المرنه ما بحتاجش ابذل اي مجهود خالص، حاجه بسيطه اقدر اجمع في اي وقت. انما الدعامه الهيدروليكيه بيكون في شويه مجهود من المريض، ان في جزء هو بيضغط عليه علشان اقدر اشغل الدعامه واقدر الغي الدعامه. خلاص. طب هل في فرق بينهم دي الانواع؟ اوكي. طب هل في واحده احسن من واحده؟ لا، هو الافضليه بالنسبه لهم دي بترجع للدكتور نفسه. يعني الدكتور بعد ما يتناقش هو اللي بيقدر يحدد ايه الافضل بالنسبه للمريض وايه اللي يناسبه. يعني مثال، مثلا لو انا عندي شخص هو للاسف عنده ضعف في عضلات ايده او عنده بتر مثلا لجزء من ايده، ده ما يناسبوش الدعامات الهيدروليكيه. لو انا عندي ده يناسب الدعامات المرنه. لو انا عندي شخص يعني حسب برضو حجم العضو الذكري احيانا بيتحكم في الموضوع. بعض الناس ما بيناسبهاش الدعامات الهيدروليكيه مثلا اللي هي ثلاثيه الاجزاء، لان هي مثلا مرضى فشل كلوي وعامله زرع كلى، فدول ما بنقدرش نركب لهم النوع ده من الدعامات. فاللي بيقدر يحدد اني واحد افضل للمريض هو الدكتور، وده بعد المناقشه والتفاصيل بيدخل فيها مع المريض، فبنقدر نوصل لايه النوع الامثل بالنسبه له. طب لمرضى القلب والسكر والضغط اي نوع اللي بيتناسب معاهم؟ لا، هنا الحاله المرضيه ما بتفرقش.
يعني الحاله المرضيه ما بتفرقش. لا وده على فكره احنا اغلب مرضانا كده، عشان برضه اطمن الناس ان هو يقول لك اصل انا عندي قلب ودي عمليه وانا اصل مريض كلى. لا هو اصلا احنا معظم مرضانا بيكون عندهم مشاكل طبيه. ما هو بديهي ان احنا العمليه دي ما بتتعملش لحد مثلا ما عندوش اي امراض. لا غالبا المريض بتاعنا اللي بنوصل بيه لمرحله الاجراء الجراحي هو مريض قلب، مريض سكر، مريض كلى، مريض كبد. انا كان عندي مريض مره مريض قلب وكبد وعامل بتر لرجليه الاثنين. فانا عايز اقول لك ان لا هي مرضى بيكون عندهم مشاكل طبيه، عايز اطمنهم ان الاجراء نفسه بسيط، ما هوش صعب خالص، ونقدر نتعامل مع اي مشكله طبيه تانية واحنا بنحضر المريض، ودكتور التخدير يقدر ينام العيان عادي خالص، ما فيش اي مشكله، والاجراء نفسه ما فيش منه مشكله على المريض. طب سؤال يا دكتور، هل نوع العمليه او نوع تركيب الدعامه او نوع الدعامه نفسها بيختلف حسب نوع عمر البيشنت؟ لا خالص، لا العمر ولا الحاله الصحيه بيتدخلوا في الموضوع. اختيار الانسب هي في الاول وفي الاخر بترجع عليه الجراح، خبرته، الفرق بين انواع الدعامات، وهل المريض ده يقدر يتعامل مع النوع ده ولا ما يقدرش يتعامل مع النوع ده، ايه الانسب بالنسبه له. خلاص، فده حاجه بيتم النقاش فيها بين الدكتور وبين المريض بتاعه، انما لا مرتبطه بالسن ولا مرتبطه بالحاله الصحيه. طيب مركز مصر للذكوره من انجح واول مركز يعتبر في مصر بيعالج امراض الذكوره عند الرجال. تمام. ودايما كده زي ما انا بقول في كل فقره في مركز مصر للذكوره دايما بقول ان هو المركز الوحيد اللي في مصر اللي في ظهر الراجل. تمام، صح كده؟ طيب ايه المختلف اللي انتوا بتقدموه للرجاله في مركز مصر للذكوره في موضوع تركيب الدعامات؟ والله انا شايف ان احنا مختلفين عن الناس في حاجات كتير قوي. اول حاجه الخبره، يعني بنتكلم مثلا مركز بقى لنا 30 سنه، فاحنا عندنا خبره من 30 سنه في اجراء جراحي بيتعمل بشكل يومي. عندنا ناس في مراحل عمريه مختلفه بتعمل هذا الاجراء، ففي تبادل للخبرات، والخبره مهمه جدا جدا. خبره مهمه انك تقدر تحدد المريض ده فعلا يناسبه عمليه الدعامه ولا ما يناسبوش، المريض ده هيستفيد ولا مش هيستفيد، امتى تدخل جراحيا وامتى ما الجاش للاجراء الجراحي. فالخبره مهمه جدا جدا. احنا عندنا الخبره 30 سنه مركز متواجد في في في, في مصر وشغال. الحاجه الثانيه المهاره، يعني بفضل احنا بنتعامل مع حالات صعبه، يعني ما بنشتغلش حالات سهله بس. يعني احنا بنشتغل عيانين كانت عامله قبل كده عمليات وما نجحتش، يعني حصل لهم التهابات واضطروا ان هم يشيلوا الدعامات. لسه انا الفتره اللي فاتت 3 4 شهور اخرانيين عدد من الحالات اللي هي مركبه دعامات للاسف الشديد ومش مركبين مقاس كويس، وهنا دي المهاره بتاعه الجراح مهمه جدا، ان انا اركب للمريض المقاس اللي يناسبه، ما يطلعش العيان بعد العمليه حاسس ان هو ما عملش العمليه وحاسس ان هو ما زال عنده ضعف في الانتصاب. يعني يعني انا كان عندي عيان عامل من سنتين، يعني مركب دعامه من سنتين وما عملش علاقه ولا مره خالص وما زال بيشتكي ان عنده ضعف في الانتصاب. بكشف على المريض طبعا لقيت الدعامه وصل لحد نص العضو الذكري، فده كان مأساة، وده بيمثل صعوبه على فكره في الاجراء الجراحي طبعا. بس الحمد لله احنا بنمتلك المهاره دي. كذا مريض برضو جوني من بره مصر، يعني مشكله المقاس دي مهمه جدا يا جماعه، عشان المريض يبقى مبسوط بالايه، بالعمليه الجراحيه. وفي ناس يعني عندها مشاكل اصلا في العضو الذكري نفسه. يعني في بعض الناس عندها تليفات، سواء هم كانوا بياخدوا حقن موضعي قبل كده وده عمل لهم تليفات، او ناس حصل لها اصابه بمرض اسمه مرض بيروني اللي هو تليف في انسجه العضو الذكري. دي بتمثل صعوبه او درجه من درجات الصعوبه داخل اوضه العمليات. بعض الناس عندها عيب خلقي في مجرى البول، ودي برده صعوبه في محتاجه مهاره في الاجراء الجراحي. في ناس عندها عيب خلقي ان هي اصلا عندها انحناء، فعندنا وبالتالي عندنا في جزء اطول من جزء او جزء اقصر من جزء، فاحنا ازاي نركب دعامتين قد بعض في حاجه زي كده؟ دي عايزه محتاجه مهاره. احنا بنتعامل مع السهل وبنتعامل مع الصعب. حالات تانية برضو المشاكل الطبيه اللي عندها بتمثل صعوبه، زي ما حضرتك قلت مرضى القلب ومرضى السكر، عندنا دكاتره التخدير هايلين جدا ويقدروا يتعاملوا مع المشاكل المرضيه دي. فالمهاره مهمه جدا، احنا ده احيانا بنكتشفه جوه اوضه العمليات. يعني ما ينفعش جراح يبقى واقف بيشتغل الحاله ويكتشف ان في تليف فمثلا هيقفل ويطلع، لا، او يحط مقاس مش مظبوط. كل دي المهاره مهمه جدا جدا، والحمد لله احنا بنمتلك المهاره دي، يعني خبره ومهاره، دول يقدروا يعدوا بالعيان بانه يركب دعامه الاحسن بالنسبه له الانسب، والاجراء نفسه يعدي سهل على المريض ما يحسش بمعاناه، وبعد كده يبقى مبسوط اصلا بالعمليه الجراحيه اللي هو عملها. الحاجه الثانيه التعييم. لو حد عمل يعني تركيب الدعامه خارج مركز مصر للذكوره يقدر ان هو يجي امتى تاني؟ لو مثلا مش حاسس، هي لو فيها مشكله، ما لو فيها مشكله، لو حاسس ان هو ما زال عنده ضعف في الانصاب، لو حاسس ان في اي مشكله في العمليه نفسها، يعني في اي المده بقى ما بين القديمه والجديده ممكن تاخد. لا هو على حسب المشكله اللي عنده، لو المشكله في المقاس لا احنا نقدر ناخد اجراء مباشره، ما فيش مشكله في خلال شهر من العمليه الاولانيه. انما اللي احنا بنعاني منه اكتر الناس اللي عامله عمليات وحصل لها عدوى
على العملية والعملية فشلت واضطر ان هو يشيل الدعامة. هنا في الحالة دي ما بنقدرش نتدخل قبل من 3 لـ6 شهور لان بيكون في تليفات في الانسجة وما بنقدرش نتدخل في الوقت ده. فاحنا لازم العيان يعدي حوالي 3 لـ6 شهور وبعد كده نرجع نركب دعامة من اول وجديد. ودي اكثر الحالات صعوبة على فكرة. دي اكثر الحالات اللي بتمثل صعوبة وتحدي للجراح. انا بس عايز اطمن الناس عشان التفاصيل الكتير احيانا بتكون مزعجة. بصوا يا جماعة الجراحة سهلة جدا ما هيش صعبة بس عايزة مهارة. عشان تعدي بسلاسة محتاج جراح شاطر خبرة ومهارة حالات كتير وعدى بصعوبات كتير عشان يقدر يركب النوع الأنسب ويركب المقاس الكويس بالنسبة للمريض. خدت بالك؟ فده مهم جدا. فهو لو في صعوبة في العملية تبقى بالنسبة للجراح مش بالنسبة للمريض. المريض ما عندوش أي مشكلة خالص ومعظم مرضانا عندهم مشاكل طبية عشان ما حدش يقلق. يا دكتور ده أنا عندي القلب، يا دكتور ده أنا بغسل الكلى، يا دكتور ده أنا عندي مشكلة فيروس سي. كل ده بالنسبة لنا لا يمثل مشكلة أصلا. فيروس سي كمان؟ فيروس سي، تليف في الكبد، مريض كلى، مريض قلب، كل دي لا تمثل بالنسبة لنا أي درجة من درجات الصعوبة. انت قلت لي كده يا دكتور وسط الكلام التعقيم مهم جدا جدا. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي بنميز بيها. أنا في اعتقادي إن احنا المركز الوحيد اللي في مصر عندنا جهاز بيفلتر الهواء. يعني الهواء نفسه مهتمين بإن احنا نفلتره. كل ده غير تعقيم المريض نفسه بطريقة معينة، تعقيم الآلات الجراحية وتعقيم الجراح نفسه. يعني لك ان تتخيل ان احنا كمان الجراح نفسه بيتعقم بشكل مختلف عن الجراحات العاديه. فاحنا لما الجراح بيتعقم بشكل مختلف والمريض نفسه بيتعقم بشكل مختلف وبيتفرش بشكل مختلف والالات نفسها بتاخد دورتين اتنين تعقيم، المريض بياخد مضادات حيويه قبل العمليه مباشره، في جهاز بيفلتر الهواء جوه اوضه العمليات، الكرو نفسه او الطاقم من تمريض وعمال عارف هو بيتعامل مع اي نوع من العمليات، الحركه محدوده جوه اوضه العمليات. فاحنا بنتكلم انا في اعتقاد ان احنا برضو مميزين بموضوع التعقيم ده طبعا. كل ده علشان نوصل لنتائج ناجحه في العمليه، نقلل من نسب واحتماليه ان يحصل التهابات داخل الاجراء الجراحي دوت، لان دي اكتر حاجه احنا ممكن نعاني منها ان يحصل التهاب، لان ده في الاول وفي الاخر جسم غريب بيتم زرعه داخل جسم البني ادم. فعشان ما يحصلش عدوى لازم نهتم بكل هذه الخطوات من التعقيم. برضو دي من حاجات مميزين فيها. الحاجة التانية برضو ودي أنا بعتبرها من أهم الحاجات وفعلا في ناس كتير جدا بتفتقدها وهي المتابعة، متابعة المريض. أنا عندي المريض مش بس بيعمل العملية، لا المريض بيعمل العملية وبعدين بيتابعني بعد أسبوع وبعدين 10 أيام بيزورني تاني وبعدين أسبوعين وبعدين بعد شهر من تمام العملية المريض معاه رقمي أنا الشخصي بيتواصل معاه في أي وقت. أحيانا أنا اللي بكلم المريض بتاعي لو انا حاسس ان المريض منزعج من شيء ما او هو متخوف من اي حاجه، لازم في تواصل انساني معاه. المريض نفسه لازم بيكلمني بعد اول علاقه لان الهدف مش الاجراء الجراحي، هو الهدف ان المريض يكون راضي عن هذا الاجراء الجراحي. يعني ناس كتير جدا ممكن تعمل بس انت بعد ما بتعمل انت مبسوط؟ هل انت فعلا لبيت كل الاحتياجات اللي كانت عندك من ورا الاجراء الجراحي ده، ولا هل انت اكتشفت واقع انت ما كنتش متوقعه؟ يعني بعض الناس بيجوني عاملين عمليات وعندهم صدمه نفسيه لان هو ما كانش متوقع ده اصلا بعد الجراحه. فمهم جدا 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 ان المريض يعرف كل التفاصيل قبل العمليه، المزايا والعيوب، لان ما فيش حاجه في الدنيا كلها مزايا وما فيش حاجه في الدنيا كلها عيوب. وبعدين ايه الانسب بالنسبه له، وهل احنا متخوفين من شيء ولا لا، وهل الجراح ده فعلا عنده المهاره انه يتعامل مع اي مشكله ولا لا جوه اوضه العمليات. انا لسه امبارح كان عندي حاله صعبه جدا، يعني الجزء اليمين تماما متلايف اصلا في العضو الذكري وعنده انحناء في العضو. دي حاله من الحالات الصعبه جدا جدا واللي بتاخد وقت، فالحمد لله كنت موفق فيها. انا قصدي كل ده الهدف منه مش العمليه. طب هي الهدف منه ان هو العيان يبقى مبسوط من بعد الجراحه. اوكي، طب هي تركيب الدعامات دي يا دكتور بتقعد على اللونج ران على المدى الطويل ولا ليها عمر افتراضي؟ لا، دي من ضمن المعلومات الخاطئه وبعض الناس للاسف بيروجوا لهذا ان هي لها عمر افتراضي 10 سنين او 15 سنه. بالزبط. لا، المفروض ان هي لونج لايف جارانتي، لا هي مضمونه مدى الحياه. العيان بيركبها مره واحده بس مش بيحتاج يغيرها. أوكي. الا في بعض الاستثناءات، وده انا في حياتي انا مثلا بقالي 15 سنه شغال يمكن شفت عين واحد بس هو اللي غير وما كانش الحمد لله عامل عندنا، كان عامل في السودان وفعلا الدعامه كانت اتقطمت غيرت له الدعامه. فانا قصدي يعني لا، هو المفروض ان هي مدى الحياه. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، ان شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفه مع بعض. شكرا جزيلا. شكرا على وجودك. كان معانا الاسم الكبير في هذا المجال وهو دكتور احمد العياشي، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، استشاري جراحه الذكوره والمسالك البوليه بالمستشفيات والمعاهد التعليميه. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير وحفظ الله.
مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. لمشاهدة بث قنوات صدى البلد، صدى البلد 2، صدى البلد دراما من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على US 9. أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح. وصلنا النهاردة لفقرة الصحة والرشاقة والقوام السليم. الفقرة دي أنتوا بتستنوها كل يوم حد وأربع من كل أسبوع علشان نتكلم فيها عن التغذية ومشاكل السمنة. طبعا احنا عارفين أن مشاكل السمنة كتير جدا، لكن دايما السؤال اللي بيتردد دايما في الأذهان هو أنا لسه هروح عند الدكتور واخد كورس واحتمال الكورس ده يجيب معايا نتيجة أو لأ. لا، احنا النهاردة ودايما بنقول مع دكتور دعاء سهيل أن التغذية من وانت قاعد في بيتك أونلاين تقدر أن انت تحل كل مشاكلك. اسمحوا لنا في البدايه نرحب بضيفه فقرتي النهارده، هي الدكتور اللي انا شخصيا بتشرف جدا جدا بوجودها معايا، هي خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه كامبريدج وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. ايه الجمال والحلاوه. ميرسي. انا بموت في جمالك. يا رب يخليكي. كلك ذوق، ربنا يديك الصحه. دكتور النهارده احنا معانا اسئله كتير جدا على صفحه حضرتك على السوشيال ميديا وكمان على صفحه انا بقى جمعتها لك كده كلها وهنسالها سؤال سؤال. تحت امرك عيوني. اوكي دكتور، دلوقتي معانا اسماء بتقول هي وزنها 117. أيوة. وطولها 168 وعندها 22 سنه، ما عندهاش اي مشاكل في الاكل، لكن عندها مشكله واحده بس في الاكل ان هي بتحب تاكل بالليل. بس هي ما عندهاش اي مشاكل صحيه، عايزه كورس للوزن ال 117 كيلو. خلينا نتفق ان هي سنها 22 سنه. اما اجي يعني اشوف الحاله كده بقوم مقسماها بقى، يعني عندي مشكله الاكل خصوصا بالليل، يعني مش الاكل بس، الاكل وبالليل، يعني شهيه عاليه. شهيه عاليه انا كخبير تغذيه فاهم كويس جدا ايه الماده الفعاله اللي تجيب لي شهيه مريضي ده، ان انا اديها عباره عن ماده فعاله من الفايبر من الالياف واعلى انواع الالياف، وكل الدراسات الحديثه بتقول ان السيليوم او البسيليوم الاثنين صح والكوجاك مع الجارسينيا ده كويس قوي انه يقفل لي شهيتي. الجارسينيا طبعا عشب يطلق عليه مانع للشهيه فيتقفل شهيتها، وكمان ان هو خلاصه الاتش سي اي اللي بيهاجم انزيم الياس داخل الجسم وده بيمنع تكوين الخلايا الدهنيه. كمان طالما بتاكل بالليل يبقى انا كخبير تغذيه فاهم لازم اديها الجرعه تحافظ لها على انها ما تاكلش 12 و14 ساعه، فلما تبقى الساعه يعني بالنهار بعد الغداء كده بنص ساعه الساعه 4 تاخد الجرعه، هتفضل لحد انتهاء الليل هي مش هتاكل. وليه دايما التحذيرات من اكل بالليل؟ اكل بالليل معناه ان انا مش هحرق السعرات اللي اكلتها. ده ليه؟ ده راجع لان اللي بيحرق السعرات الحراريه داخل جسم الانسان هو الهرمون اللي بتفرزه الغده الدرقيه، وربنا سبحانه وتعالى خالق الغده الدرقيه ودي احدى العوامل المهمه جدا للحرق داخل جسم الانسان، الغده الدرقيه فعلا العنق هنا كده بتفرز الهرمون القادر على حرق السعرات في الساعات النهاريه وليست الليليه. يبقى انا مش هخليها تاكل بالليل، تاكل على مدار اليوم عادي جدا. كمان اسماء هفاجئك ان انا ما بعملش دايت لكل حالاتي، انا بس هنظم مواعيد الاكل، الكورس المناسب لحالتك والمتابعه عن طريق التليفون. الموضوع مش محتاج ان انا اشوفك. طبعا يعني هتابع مع حضرتك ومع الكرو عن طريق التليفون. دلوقتي انا معايا
خبراء وخبيرات دارسين تغذية. وأنا دايما أقول لازم يكون دارس تغذية، لأن من يتناول علاج الحالات لازم يكون حد فاهم علم التغذية ده كويس، يعني لازم يكون فاهمه كويس، عارف الحالة الصحية والفئة العمرية وإيه اللي يتناسب معاه ومحتاج مادة فعالة إيه عشان أنت تنجح معاه عشان هو كمان ينجح في فقدان وزنه. طب معانا يا دكتور ياسمين كمان بتقول ان هي برضو وزنها 100 كيلو وطولها 165 وعندها 54 سنة، بس هي برضو بتقول ما عندهاش اي مشاكل صحية غير مشكلة الام في الركبة طبيعي. لكن طبعا شهيتها في الاكل مفرطة وفرح بنتها قرب وهي عايزة كورس يخسسها. استاذة ياسمين مشكلتك مش في شهية الاكل بس، طيب اما نقول طول وزن يعني هي عندها زيادة 45 كيلو تمام بتقول مفرطة يعني. طبعا 45 كيلو سمنه مفرطه، بس هي مش صعبه يعني، ام وليد كانت 50 كيلو وخاسه معانا 40 كيلو يعني سن 54. ولازم اقف عند النقطه دي، قلتها مرارا وتكرارا وقالها تاني وليست تكرار معلومات ولكن يعني اذكر الناس دايما السيده من ال 30 لل 40 بتفقد القدره كل سنه على حرق 50 سعر حراري، فلما توصل للأربعين بتكون فاقدة القدرة على حرق 500 سعر حراري. إيه كمان تاني؟ من بعد الأربعين للخمسين انقطاع الدورة الشهرية. بانقطاع الدورة الشهرية كمان بيحصل عندي رغبطة في هرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي تمام، فبيزيد خلايا دهنية حوالين الخصر وبرضو ده بيبوظ الحرق، فهي متضررة في الحرق مرتين، مرة لما انقطعت الدورة الشهرية ومرة لما عدت 30 سنة، وكمان شهية عالية يعني اللي بيتحرق أكتر من اللي بيدخل. فالمفروض إن الكورس اللي لمدام ياسمين يحتوي على شقين، حوارق وقفل شهية. قفل شهية طبعا أنا قلت إن لازم يكون في جارسينيا، ومش أي نسبة جارسينيا، لازم تكون 60% لأن دي النسبة المصرح بيها دوليا. معايير الجودة مهم جدا، ولازم مش اي منتج ومش اي حد بيبيع منتج ومش اي حد بيقول لك خد ده، لازم يكون حد دارس تغذيه، حد فاهم سيكولوجيه مريضي، لازم يكون فاهم كويس جدا ان العمر ده ياخد ايه والسن ده والحاله الصحيه والفئه العمريه والهيستوري لدى البيشنت بتاعي، لازم اكون فاهمه كويس. ارجع تاني ان لازم يكون في شق ايه تاني في الكورس بتاع الاستاذه ياسمين، لازم يحتوي على حوارق. يعني ايه حوارق؟ معنى ان انا تضرر الحرق عندي فمعدل الايض عندي مش مظبوط، لازم انشط معدل الحرق، اديها راسبري ولازم يكون بتركيز 6000، يعني ما يعادل 40 ثمرة راسبري. اصل في 20 ناس بتروح للعطار فتقول له انا عايزه اعشاب للتخسيس. الموضوع هو الكورس ماده عشبيه بحته، ولكن بنسب ومعايير مدروسه ومفهومه وجوده حاجات كتير قوي، ده بيراعى داخل الكورس تمام. فلازم تاخد الراسبري تركيز 6000 ما يعادل 40 ثمرة راسبري. وليه انا بقول حوارق؟ علشان يكسر ويفتت الخلايا الدهنيه الثلاثيه ويحولها لي لاحاديه وثنائيه فيسهل خروجها بره الجسم. اما نيجي نتكلم عن سيده في ال 54 غير بنوته في ال 20 غير في ال 30 صح يعني لازم المادة الفعالة تختلف. أما أجي أتكلم إن أنا بتناول علاج الحالة لازم أعرف كمان، أما أقول لها بتشتغلي إيه مش فضول، أنا عايزة أعرف الحركة اللي بتقوم بيها. كمان بتقول إن عندها مشاكل في الركبة، طب ما هو دايما أقول السمنة بوابة لكل الأمراض، فالسمنة بوابة ل 44 مرض، 44 مرض أهمهم وعلى رأسهم العظام، لأن دلوقتي هي طولها 165، فالعظام اللي ربنا سبحانه وتعالى انها تشيل 65 كيلو مستحيل، انها تشيل 100 كيلو وتكون بنفس الاريحيه. ليه بقول بيحصل الام في العظام؟ تخيلي كده يا شيرين، دي العظام هنا في ماده لزجه، ماده جيلاتينيه ما بين العظام وبعضها. ايوه تمام. دي اللي بتعمل سهوله في الحركه. لما الماده دي بتضغط العظام على بعضها بانها ما بتبقاش في الماده دي، فبيبقى في خشونه واحتكاك والام، وده بسببها. لما بيفقد الجسم الوزن تبتدي العظام ترجع لمكانها والماده دي ترجع لطبيعتها. طيب لو هي يا دكتور فرح بنتها قرب
وعايزه الكورس ده يخلص في وقت سريع. دي ماده فعاله مركبه ما بين قفل شهيه وحوارق، هتخس ان شاء الله من 8 ل 10 كيلو، تمام؟ وارد 7 كيلو، وارد 11 كيلو، تمام؟ من 8 ل 10 كيلو، يعني انا بقول دي النسبه اللي بيها الانسان يفقد الوزن وهو بنفس جماله. دايما اقول انا بحرص كل الحرص انها الست تخس وهي بجمالها، شعرها لا يتضرر، البشره عندها ست بالذات لو هي بتخس وبشرتها وقعت تقول لك افضل تخينه بس ما يبانش عليا. ايوه صح. بيهم الست ده قوي. دي حقيقة. ولذلك استاذه شيرين انا بحرص ليه ان يكون في فيتامين سي علشان نضاره في البشره. كل طبعا بتاعتك؟ لا. ليه؟ لانه مكمل غذائي. مكمل يعني بديل غذائي. عفوا، انا دلوقتي شهيتي لما تتقفل وان انا احرم الجسم ده من العناصر الغذائيه اللي المفروض كان ياخدها، مش لازم تكون الكبسوله دي كبديل او كمعوض غذائي. طبعا مش ان انا افقد وزن والاقي تحت عينيها اسمر، بشرتها وقعت، بقى في صفار في، لا بسرعه لازم اكون انا فاهم ده. فلازم يحتوي على بي 12، بي 6، لازم يكون كمان في فيتامين سي، فيتامين اي، لازم يكون الكورس يحتوي على ماده فعاله تخدم الحاله الصحيه والفئه العمريه ومزود بالفيتامين اللي بيها تخدم حاله مريضي. حلو قوي، يعني مش بس كمان كورسز للتخسيس، لا دي كمان كورسز عشان تحافظ على نضاره طبعا. البشره. طيب احنا معانا دلوقتي مكالمه تليفونيه. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل، سؤال حضرتك لدكتور دعاء. حضرتك انا اولا بشكر الدكتوره دعاء، تمام؟ حضرتك جبت المنتج من بعد ما كذا واحد قريبي جربه يعني، وصراحه المنتج نزلني كويس جدا. حضرتك متابع مع مين من الفريق يا فندم؟ سامعني؟ طبعا اتشرف. اتفضل، حضرتك متابع مع مين من فريقي؟ متابع مع الدكتوره نريمان فتحي. نريمان، صدرها واسع، بتسمع كويس، دايما بتكون دقيقه مع حالاتها. انا دايما اقول لهم اسمعوا كتير من المريض، اعرف اكتر منه تفاصيل. المتابعه اهم شيء، دايما اقول الف به نجح مع الحالات، تشخيص جيد وكورس يخدم الحاله الصحيه والفئه العمريه ومتابعه جيده. اذا الاركان دي كلها توفرت مع رغبه مريضي اكيد هيخس. صح. استاذ سيد، انت خسيت في وقت قد ايه مع الكورس؟ انا خسيت في حوالي 25 يوم 11 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا. طب انت هتبوظ الدنيا كده، انا بقول من 8 ل 10 كفايه. بص هيحمس كل الناس دلوقتي حالا. من كل جسم الاخر، يعني ممكن تكون مشكلته كانت شهيه عاليه، هل كنت بتاكل كتير ودلوقتي ما بتاكلش؟ استاذ سيد انت لسه. ايوه مع حضرتك. الو. ايوه استاذ سيد احنا معاك لسه. انت كنت بتاكل ودلوقتي ما بقتش بتاكل، كانت شهيتك عاليه؟ انا كان عندي الشهيه ما كانتش عاليه، بس كان عندي نسبه الحرق ضعيفه. كويس. ما خدت العلاج والنقط، تمام، ظبطت لي نسبه الحرق بالنسبه طبعا. لشغلي كمان دايما اقول لازم يكون عندي بدائل للحركه، يعني انا دلوقتي عندي حد حرقه ضعيف، بسرعه انا اديله حوارك، خلاصة راسبري على جرين كوفي، جرين تي، كل ده بنسب دقيقة ومقننة ومدروسة ومعروفة ايه اللي يخدم مريض. دلوقتي في 25 يوم يكون 11 كيلو، انا بعتبر ده كويس. طبعا. طب دكتور دعاء، هي بتختلف من راجل لست؟ طبعا. الكورس يمكن الراجل بيخس اسرع شوية لان الكتلة العضلية عند الراجل اكبر من الست، ولان الست بيحصل لها مشاكل فبتخليها انها حرقها يتضرر. انا قلت من ال 30 لل 40 من بعد انقطاع الدوره الشهريه. فده يعني عراقيل في طريق حياه المراه. أيوة. انها ايه؟ انها تفقد وزن. ولكن انا طبعا عندي سيدات كتير فقدت 12 كيلو و8 كيلو و10 كيلو في الشهر. المهم دايما اقول حط ايدك على المشكله، بعد كده يتم سهل حلها. طب بس مش يعني بيبقى نفس الكورس للرجاله؟ الكورس هو طبعا مفيش حاجه اسمها الرجاله لوحدهم والرجاله لوحدهم، هي في حاجه اسمها الحالات الصحيه، يعني انا حرق ضعيف سواء الراجل او الست، الاثنين واحد. بيبقى انا محتاجه حوارك، شهيه عاليه سواء ست سواء الراجل واحد. اوكي. طيب معانا هدى كمان بتقول ان طولها 166 وزنها 145، عندها سكر درجه ثانيه بسبب زياده الوزن، الدكتور قال لها لازم تخس في اسرع وقت وهي سنها 52 سنه. سهل. محتاجه طبعا
ودايما اقول السكر بيسبب زيادة الوزن وزيادة الوزن بتسبب السكر. الاثنين طبعا لبعض. يمكن مبادرتي في 2018 السمنة بوابة لكل الامراض في حالات كتير جدا كانت بتعاني من سكر درجة تانية، ومع فقدان الخلايا الدهنية دي بيبتدي نسبة السكر في الدم تظبط بناء عليه يعني بعد نزول الوزن ما بياخدش علاج السكر، فهماني؟ أيوة. فدايما اقول افقد ما سبب مرضك. انا دلوقتي اللي سبب مرض السكر زيادة وزن، جميل، عالج زيادة الوزن هتتخلص من تراكمات السمنة. يعني النهاردة انا مريض سمنة ولم اعاني من شيء، لا قدر الله لا قدر الله، ويا رب نعمل على الجميع بالصحة. غدا يصاحب ده سكر، ارتفاع ضغط دم، آلام في العظام، قلب، 44 مرض، وربنا يعفو عنا جميعا يا رب. طب ما هو دايما يا دكتور دعاء اللي بيبقى عنده مرض السكر بيبقى خايف دايما ياخد اي حاجه، اي كورس او اي عشبيه. حلوه قوي والله انك اشرتي ماده عشبيه. يعني انا بقول الاناسيليوم او السيليوم او البسيليوم، تمام، ده مرخص من وزاره الصحه، ماده عشبيه من الالياف. كمان في ايه يعني ايه اللي بيميز ومصنع في مصر، يعني ده مش تماما يعني طبعا مش حاجه احنا بنخترعها. المهم الماده الفعاله أوكي. عندي مش مهم متصنعه فين، عندي مستورد، عندي مصر، ولكن انا بتكلم ان طالما ماده فعاله تخدم الحاله الصحيه واي نوت. يعني انا كمان بقول ليه خلاصه السيليوم كمان بيحتوي على خلاصه الاناناس اللي هو خلاصه البرومالين، وده منظم جيد لحركة الأمعاء، حلو قوي، وقشور التفاح وقشور السيليوم وكل ده هيساعدنا. حاجة طبيعية طبعا. ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق على الأرض الدواء خلق على الأرض، يعني الداء خلق الدواء طبعا. صح. طيب مكة بتقول إن وزنها 95 كيلو، طولها 160، سنها 35 سنة، عندها مناطق بتتجمع فيها الدهون، يعني أعتقد سمنة موضوعية في البطن وفي الأرداف، ونفسها إن هي تخس، عملت ريجيم كتير جدا، كانت بتمنع نفسها من الأكل لكن للأسف مش بتقدر تستمر على الريجيم ده، وأول حاجة بتخس هي وشها وبشرتها بتبوظ. أنا لسه قايلة صح. يعني حال مكة حال سيدات كتير جدا، أول ما تعمل دايت بسرعة وشايع طبعا. كمان أنا ما بعملش دايت لحالاتي، أنا بنظم مواعيد الأكل. هو إذا أنا نظمت مواعيد الأكل وزكاة الشهية عندي عالية فبديها ألياف تقفل الشهية، إذا كان الحرق متضرر فبديها عوامل أو مادة فعالة تعمل على تنشيط معدل الأيض، يبقى أنا كده حليت المشكلة. وبعدين لما يكون حد بياكل كتير وأنا أديله مادة من الألياف، وليه أنا متحيزة للسيليوم أو البسيليوم؟ كل الدراسات الحديثة بتقول إن المعدة قادرة على الاحتفاظ بهذا العشب اللي هو من الألياف 12 و14 ساعة، فليس من المنطق إن أنا أقول لها اعملي دايت، هو أصلاً ما بقاش فيه في المعدة مساحة، لأنها السايد إفكت للأعشاب دي بتعطشك، فلما تعطشي تكبر وتعلى وتاخد حيز كبير داخل المعدة، فيتبقى عندي ربع المعدة بس، فكل بتملى يعني معدتها، يعني بتحسسها بالشبع معظم الوقت طبعا. أوكي. وكمان لما اعمل ده مع مريضي مش هيكون هو محتاج انه يعمل دايت، صح، وان انا انظم له مواعيد الاكل. وكمان لما اشرب ميه كتير، شرب الميه له فايده عظيمه جدا، ده طبعا بعيدا عن فوائد العظيمه لبقيه اعضاء الجسم، انها بتعلي الحرق، بتنشط معدل الايض شرب الميه، ومهم للبشره. يعني دايما اقول لمريضي اشرب ميه كمان مع الكورس، تمام، ولكن مفيش دايت. الفطار بدري، الغداء يبدا بطبق سلطه، العشاء اخره الساعه 7، ما بين فطار وغدا وغدا وعشاء يكون السناكس بتاعي. ليه دايما بحرص ان يكون في سناكس؟ خيار، خاص، كابوتشي، تفاحه، ثمره فاكهه، علشان افضل مشغله ماكينه الحرق داخل الجسم. هو الموضوع ان انت مريضك ده بالنسبه لك عباره عن شفرات، فانت عارف لما يقول لك انا باكل كتير بسرعه الشفره دي معناها ماده فعاله من الالياف. لما يقول لك ان انا ما باكلش كتير فلازم تعرف ان الحرق عنده ضعيف. لما ست تقول انا من ال 30 انا من ال 20 لل 50، في ناس من ال 20 لل 50 طريقه اكلها واحده وسعر، يعني هي نفس طريقه الاكل، انا باكل بنفس الطريقه، ليه النهارده انا زدت؟ اقول لك عشان علم التغذيه فيه ان انت حضرتك لما يتقدم بيك العمر الحرق بيقل، لبعد انقطاع الدوره الشهريه هرمون الاستروجين بيبوظ عندك فالحرق عندك برضو بيقل. لما ساعات النوم مع تقدم العمر بتقل، ما هو دايما المسنين او كبار السن ما بيناموش زينا، صح، فساعات النوم بتقل، القلق
والتوتر بتاع بالليل ده هيضيعه بايه غير بالاكل. فلما يكون بياكل بالليل انا بسرعه عارفه ان انا طبطب على نفسيه مريضي، اعرف ياخد الجرعه امتى. اما يجي عليه الليل مش هيلاقي عنده شهيه ان ياكل، ما اقولوش اعمل دايت، ما احطوش تحت قيود، ممنوع ممنوع ممنوع، ويرجع بعد ما يخس يدور على الممنوعات، واللي فقده في شهر يرجعه في اسبوع. انا ضد ده وضد الدايت، انا مع الكورس المناسب للحاله الصحيه. ولما بيدخل لنا على الصفحه احنا عارفين كل حاله بنديها او ارقامي طبعا. كلمه اخيره بقى كده يا دكتور قبل ما اختم معاكي النهارده الفقره بتاعتنا، تقولي ايه لكل الناس اللي بيتفرجوا عليكي النهارده؟ اقول لهم يعني الخساره في الوزن مكسب في الصحه. لما النهارده تكون انت معاك زياده وزن ولم تعاني من اي مشاكل صحيه، لا قدر الله لا قدر الله ممكن بكره يكون في تراكمات سمنه، فارجوكم تخلصوا من زياده الوزن، ويلا بقى علشان ننشط مبادره مصر بلا سمنه. يلا بقى، بشكرك جدا يا دكتور دعاء على وجودك النهارده معايا في عيش صح. الحقيقه انا بتشرف جدا بوجودك شرف النهارده. شرف ليا، ميرسي على صدفتك، ربنا يخليكي. زيك شرف لينا ان هو يكون موجود. شكرا جزيلا ليكي. كانت معانا النهارده خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل، دكتوره في التغذيه العلاجيه من جامعه كامبريدج، صاحبه مبادره مصر بلا سمنه، اول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، مؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفة ونعيش صح.